أيها الأحرار العرب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على مدار الساعات اللي فاتت حاجات كتيرة جدا اتغيرت، ومواقف كتيرة اتبدلت، واعترافات وانتصارات ومناقشات ومجادلات. الناس داخلة في بعض شمال ويمين، فرحة هنا ودموع هناك وشماتة هنا ومباركات هناك، في واحدة من أفضل نسخ بطولات كأس العالم على الإطلاق. ومن ساعتها أو من ساعة بدايتها إلى نهايتها وتشويق لآخر لحظة. إنما الحقيقة اللي يهمنا في الموضوع ده في البرنامج ده في مصر النهاردة، زي ما تعودنا، إن إحنا مش بنقف على اللقطة، مجرد اللقطة، إنما يهمنا الكواليس. مش بنسأل بس إيه اللي حصل، لا، يهمنا كمان أكتر اللي حصل ده حصل إزاي. مهمتنا في البرنامج ده إن إحنا نفرق ما بين الذهب الفالصو والذهب الحقيقي، ونشاور لحضراتكم ونفكركم ونفكر معاكم مين كلمة السر في النجاح ده. النجاح أقصد اللي حصل في مونديال قطر، وإحنا فين من الترلملم ده. إحنا مصر بلا منازع كنا أول دولة عربية وصلنا لكأس العالم سنة 1934 في تاني نسخة من البطولة، يعني قبل ما دولة قطر نفسها تتأسس، وقبل ما دول كتير في الخليج تطلع. ده التاريخ. لكن محتاجين نفهم، هل الموضوع بس تاريخ؟ هل الموضوع بس فلوس؟ طب ما احنا صرفنا 15 مليار جنيه في قمة المناخ اللي اتعملت في نفس الشهر نوفمبر، بالضبط نفس الشهر اطلاق بطولة كأس العالم. ولو في حاجة تانية، هل هي فلوس بس؟ هل هي تاريخ بس؟ هل هي جعجعة بس؟ ولا في حاجة تانية تفرق؟ ودي بقى قصتنا النهاردة. نرجع بقى ونعرف اللي حصل في قطر حصل ازاي، مين كلمة السر في النجاح ده. طبعا انت كالعادي لانك اتربيت على كده، هتفتكر ان انا هتكلم بقى على الامير تميم وعظمة الامير الوالد وحنكة وشجاعة الامير تميم. لكن يؤسفني اقولك، مع احترامي لكل ده واحترامي لهم، ده مش اللي هتكلم عنه. كل ده ما يهمنيش. انا هكلمك عن شاب قطري في الثلاثينات من عمره، كان هو وزمايله، هو كان على راس مؤسسة. المؤسسة دي كانت هي السر او كلمة السر ورا النجاح الباهر ده. الشاب القطري ده هو اسمه حسن الزوادي تقريبا، والمؤسسة اللي بتكلم عنها اللي هو كان يرأسها اسمها اللجنة العليا للمشاريع والإرث. نشوف كده، حسن الزوادي كتب بوست لناصر الخاطر بيقول له إيه. كتب حسن الزوادي: السيد حسن الزوادي، السيد ناصر الخاطر وكل من معكم ومن نواندى عامكم من 2010 إلى الآن يعطيكم ألف عافية. دول الاتنين دول اللي بيحييهم ثامر ده، هما كلمة السر ورا القصة دي، حسن الزوادي وناصر الخاطر. طيب مين هو السيد أو سعادة السيد حسن الزوادي اللي هو أمين عام لجنة اللجنة العليا للمشاريع والإرث ده؟ نشوف كده الخبر ده بيقول لنا مين هو الراجل ده. يتولى السيد حسن عبد الله الزوادي منصب الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، وهي الكيان المسؤول عن التنسيق بين الجهات القطرية الحكومية والخاصة المعنية بتنفيذ مشاريع البنية التحتية ومشاريع تطوير استعدادا لبطولة كأس العالم في قطر 2022. إضافة إلى ذلك، شغل حسن الزوادي منصب الرئيس التنفيذي للجنة الوطنية المنظمة لبطولة كأس العالم 2022، وهي الجهة المسؤولة عن تنظيم الفعاليات والحدث. هو عضو مجلس إدارة كل من جهاز قطر للاستثمار، متاحف قطر، كتارة للضيافة، وبنك قطر الدولي الإسلامي، والديار القطرية، إلى جانب كونه عضو في المجلس الاستشاري المشترك في جامعة نورث ويسترن في قطر، وعضو المجلس الاستشاري في جامعة حمد بن خليفة كلية العلوم الإنسانية. هو ده اللي انت شايف في الصورة ده، حسن الزوادي رئيس اللجنة دي. اللجنة دي هي اللي عملت ملف مميز من 12 سنة عشان البطولة دي، تخطيط ممتاز، ربط برؤية مستقبلية وتنمية قطر. قدر الشباب دول بدعم من بلادهم أو بلدهم
وثقة الحكام فيهم أنهم يحققوا المعجزة بإسناد هذه البطولة العالمية لأول مرة لدولة عربية. نشوف كده حسن الزوادي ده بعد عرض ملف الاستضافة في 1 ديسمبر. دولة قد كده قد كده بالظبط، قطر، مجموعة شباب من دولة قد كده، مفيش تاريخ خالص، مفيش تاريخ خالص، مفيش بقى الجعجعة، مفيش احنا اللي دهنا الهوا دوكو، وشاب زي ما انت شايف كده. وعرضوا الملف والراجل قال لو انتوا ما فزتوش حتى يعطيكم العافية، يبقى كتر خيركم. خاض الشباب دول معركة كبيرة في الإعداد والتجهيز بمساعدة فريق شبابي متطوع قدروا يحققوا الحلم. نشوف كده المجموعة الشبابية دي في 2016 كانوا بيعملوا إيه. الشباب دول قدروا يعملوا حملة للدفاع عن قطر ضد الهجوم الشرس على قطر اللي كان بدأ من قبل البطولة بسنين لحد دلوقتي، لحد ما أنا واقف دلوقتي. قدروا الشباب دول يعملوا حملة للدفاع عنها وعلى قدرتها على التنظيم وعلى تمسكها بقيمها ومبادئها. نسمع السيد حسن الزوادي بيلقن رئيس الاتحاد النرويجي وكل الصحف الصفرة في العالم ومنها برضو صحف خليجية، بيلقنهم درس على أكاذيبهم على قطر وحقوق العمال. على فكرة لحد قبل البطولة بأسبوعين بدأت الحرب تبقى أكتر اشتعالا. قبلها بأسبوعين، هل تستطيع هذه الإمارة الصغيرة أو الدولة الصغيرة أنها تقيم أكبر احتفال دولي في العالم؟ أسبوعين بالضبط. وحتى أثناء البطولة كانوا بيتلككوا على حاجات زي شرب الخمور في الملاعب، زي إشارة المثليين، وزي حاجات كتير قوي. لكن كانت نتيجة جهود الشباب دول أنه يتحول التشكيك والهجوم من قريب ومن بعيد الاعتراف بإنجاز قطر. هنشوف بقى اللي قبل واللي بعد. أدي الصحيفة السويسرية قبل أسبوعين، هل قطر قبل أسبوعين من البطولة، هل قطر مستعدة لاستقبال العالم؟ لا أعتقد ذلك. بعد على طول بعد ما نجحت قطر أفضل نهايات في تاريخ كأس العالم، على طول في تاريخ الفيفا، على طول يعني قبل أسبوعين كان لا يعتقدوا في نجاح البطولة دي، بعد ما خلصت أفضل نهايات كأس العالم في تاريخ الفيفا. البي بي سي اللي قررت تمنع إنها تنقل حفل الافتتاح وشنت إنجلترا حملة رهيبة على قطر وعلى حتى نقل فعاليات، بل إن إنجلترا وبعض الدول الأوروبية وربما منها ألمانيا قرروا منع الكافيهات إنها تنقل بشاشات كبيرة في الميادين الماتشات كعادة كل هذه البطولات. شوف بقى البي بي سي نفسها من التجاهل للإشادة. البي بي سي اللي الحقيقة الجارديان أهو، كأس العالم يعيد نظر بمونديال 26 بعد البطولة الأفضل على الإطلاق. بي بي سي قبلها بي بي سي تتجاهل حفل افتتاح كأس العالم لصالح انتقادات قطر. هي مش بس تجاهلت بالمناسبة، هي منعت أن يوضع شاشات عملاقة في الشوارع والميادين للناس تتفرج، ومنعت نقل حفل افتتاح في سقطة خطيرة في أفضل أو لأفضل قناة إخبارية في العالم. معلش نرجعها، ما نقلتش حفل افتتاح. البي بي سي نفسها بعد ما خلصت البطولة بنظام بعد البطولة الأفضل على الإطلاق. مش بس الإعلام الغربي اللي أقرب نجاح قطر، لا، ولا حتى الإعلام العربي والمصري، تحديدا الإعلام المصري اللي شن حملة رهيبة على قطر واللي قاعد يتدلع ويتمسخر ويقول يا قطورة يا قطورة، من أحمد موسى لأحمد آدم لكله كان بيتريق على قطر. نتفرج على النقلة بقت إزاي. فاكرين انا عمال اقول لكم بقى كتير قوي كاس العالم 2020 مش هتتعمل في قطر، كتير قوي بقى كتير بقول الحكايه دي، والناس ما كانتش مصدقاني مش هتتعمل في قطر. وقطر ده ايه، هيطلعوا فضائح وهيدفعوا الثمن، وبين همام هيدخل السجن، ويمكن الامير مشغله يدخل السجن. هو العالم الرشاوي دي ما بتتعرفش، اتعرفت واتشافت. كاس العالم 2022 مش هتتعمل في قطر. بدايه انطلاقه كاس العالم، كاس العالم
في قطر. مساحة قطر 11000 كيلو متر مربع بالمناسبة، يعني كل اتعمل ده على جزء كبير من 11000 كيلو متر مربع. تعرفين اول ماتش 2-0 كان الاثنين دول ممكن يبقوا 3 وكان ممكن يبقوا 4. المباراة الافتتاحية اول بطولة تقام في قطر على ارض عربية. مش بس ده، عمرو أديب نفسه اللي عمل وصلة شتايم وردح القطر وانه تاريخكم ملوث وانه عمرو بيعترف امبارح ان دي بطولة عظيمة والارزاق على الله. نشوف كده عمرو أديب. عمرو وصلة سباب وسخرية من عمرو أديب لقطر بسبب فضيحة تنظيم كأس العالم 22. عمرو أديب امبارح بيقول بالنص كده: قطر نظمت بطولة عظيمة، بقول الحقيقة والأرزاق على الله. على طول يتبقى واحد كائن اسمه أحمد آدم، مفترض أنه محسوب على الكوميديانات، أحمد آدم اللي طلع يتريق على قطر. لكن زميله هاني رمزي لما راح الدوحة واتفرج بعينه اتوهم. نشوف بقى أحمد آدم لما كان بيتريق على استعداد قطر اللي هتستقبل الناس في خيم، ونشوف صدمة هاني رمزي في الدوحة بعد ما شاف اللي حاصل في قطر. ده عاملين كاس عالم ودافعين فيهم دم قلبهم ومرتين اوروبا معاهم، ومش هيتعمل كاس عالم مش هيتعمل. اقسم بالله ما في 2022 ما هيتعمل. وكلام انا بقول لك اهو من دلوقتي، لو عايش تقول احمد قال، ولو مت تقول الله يرحمه قالها لنا. مفيش حاجه لغايه النهارده بكره مش عارفين هي المناعات هيعملوا بيه. بيقول لك هنعمل خيم للي جايين. الاجواء هنا رهيبه جدا جدا جدا، واتفرجوا على الاستاد خطير يا جماعه. يعني الناس كلها هنا، يعني لو تشوفوا الناس قد ايه هناك مش باين قوي، صح؟ هصور لكم من جوه ان شاء الله. بكل المستويات او على كل المستويات نجحت قطر في الرد على كل الاساءات اللي تعرضت لها، زي ما شفنا كده. نجحت ماليا بتحقيق أرباح ما تحققتش في بطولة قبل كده، 17 مليار دولار العائد كما نقلت الأخبار جريدة المملكة، العوائد المالية المحققة من استضافة كأس العالم في قطر 17 مليار. لكن كمان نجحت بأنها كونت خبرات من الشباب في تنظيم البطولات دي، نجحت في أنها تخلي، وده الأهم، تخلي أي دولة تانية في العالم هتنظم كأس العالم أصبح المقياس الدوحة 22. إنما النجاح الأكبر أو الأهم كان النجاح الشعبي اللي اعترفت به الجماهير من كل الدول، واللي كانت كلمة شكرا قطر هي الشعار الأبرز. نشوف جماهير البرازيل في طريقها للمطار بيقولوا إيه كده. ومن مشجعين البرازيل اللي خسروا البطولة بدري وخرجوا إلى مشجع ياباني، رجع اليابان عشان يقول لقطر شكرا. اهو، ليس لدي تذكره للمباراه لكني عدت من اليابان لاقول شكرا لشعب قطر، شكرا لجميع الاشخاص المشاركين في كاس العالم، ولكل مش عارف ايه ضيافتكم جعلت مش عارف ايه في قطر اقامه رائعه، شكرا جزيلا. ده غير اعتراف الأجانب أن النسخة دي من بطولة كأس العالم كانت الأكثر أماناً على الإطلاق. لأول مرة السيدات في تاريخ يدخلوا ملاعب كرة القدم وهم آمنين أنه ما فيش تحرش. مش أنا اللي قلت كده، البوست ده اللي قال الكلام ده، بوست بيقول أهو: مشجعات من كأس العالم، نسخة قطر من البطولة أكثر أماناً من سبقتها لأنها ما حصلش فيها تحرش. ليه بقى؟ لأنه كمان ما كانش فيه كحول، يعني الكحول كان ممنوع في حرم الملاعب وداخل الملعب وخارج الملعب، فأصبح الدنيا الناس بتتفرج وهي آمنة مطمئنة وأقل تحرشا. نشوف البوست برضو من هذا المعنى أو المعنى ده بيتكلم على عدم وجود الكحول عمل ايه. ادي المعنى: لقد بدأت في التفكير في ان الكثير من الاشارات الى الفضيلة لا تتعلق بالاهتمام بحقوق الانسان واكثر عن الانزعاج من نقص الكحول، لكنني اؤكد ان هذه الطريقة الاكثر امانا التي شعرت بها في كاس العالم وانها الثالثة بالنسبة لي. صحفي بريطاني بيقول انه من المثير للاهتمام ان تقرا ان العديد من المشجعين كره القدم بيقولوا انها
النسخة دي لم يتعرضوا للإيذاء اللفظي بسبب عدم وجود كحول. شوف كده، ده اللي قاله الصحفي ده. من المثير للاهتمام أن تقرأ أن عديد من مشجعي كرة القدم يقولون أن الورلد كاب، البطولة دي التي يذهبون إليها، حيث لم يتعرضوا للإيذاء اللفظي. ليه بقى؟ ليه اطلع اطلع؟ هل يرجع ذلك إلى قلة الكحول؟ المشجعة البرازيلية دي بتروي إنها فقدت بنتها في قطر وعثرت عليها خلال ساعة. نسمع كده. لكن هيفضل الانتصار الأكبر، وده اللي عمل مشكلة مشكلة كبيرة حصلت لبعض العرب، وأنا عندي على صفحتي على الفيس على حسابي كتير جدا من العلمانجية اللي بيدعوا أو اللي شايفين إنه حصلت مشاكل في البطولة دي. حصلت مشاكل من وجهة نظرهم إن البطولة بدأت بحاجات إسلامية وعربية فظيعة وفجة، زي مثلا القرآن الكريم، إنهم يفتتحوا البطولة بالقرآن الكريم. وهنا بقى نشوف المظاهر الإسلامية والعربية اللي حصلت قطر، أو يعني ركزت قطر في إنها تأكد عليها، زي افتتاح البطولة بالقرآن الكريم. الممثل مورغان فريمان الملقب بالمبجل اتهاجم لأنه اشترك في هذه المشهد، في هذا المشهد تم عمل أو شن حملة رهيبة على مورغان فريمان أنه اشترك في المشهد ده. مش بس مورغان فريمان، لكن كمان ديفيد بيكهام اللي ظهر في الافتتاح كسفير للاتحاد الدولي لكرة القدم. الهجوم كان عليه شرس. كيف تقبل أنك تظهر في البطولة دي اللي منعت شارة المثليين؟ الهجوم كان على مورغان فريمان رهيب، الهجوم كان على ديفيد بيكهام شنيع. إنما الميزة بعد كده إن كل النجوم العالم التحقوا برجب ديفيد بيكهام بعد كده، وشفناهم في المدرجات أو شفناهم حتى في استديوهات تحليل في البين سبورت. آخر واحد شفناه كان باتيستوتا النجم الخرافي للأرجنتين، وكاكا نجم البرازيل. إنما عبر الشهر ده شفنا نجوم كتير، سواء في المدرجات قاعدين بيتفرجوا في الدرجة الممتازة يعني، أو في استديوهات تحليل. إنما أول واحد بدأها كان ديفيد بيكهام، وهو من تعرض لهجوم رهيب بسبب وجوده في المدرجات. أما القضية التانية بقى، خلصت البطولة، وخلصت قضية العمال اللي ماتوا في قطر، وخلصت قضية إن قطر ما تقدرش تنظم بطولة، ده هيقعدوا الناس في الخيام، وخلصنا من قصة شارة المثليين اللي اتمنعت وإزاي تتمنع، ودي حرية وأين الحرية، وخلصنا من الدولة اللي قد كده، وخلصنا من كل القصص دي. جينا لآخر لقطة، اللقطة دي الأمير تميم وهو بيلبس ميسي العباية. اللقطة دي يا حضرات، اللقطة دي، اللقطة دي يرحمكم الله، اللقطة دي يا حضرات. بس خلينا نوقف عند لقطة بيلبسوا الباب. بدأت معركة أراها على صفحات أو على بوستات أو على السوشيال ميديا، معركة رهيبة، معركة سواء في الداخل في العرب يعني أو في الغرب، معركة بيقودها العلمانجية العرب، إنه ما ينفعش يلبسوا البشت الخليجي وناس شايفة إنه ده عيب وده بوظ الدنيا كلها. والناس دي العرب اللي منهم واحدة على صفحتي عاملة معارك في القصة دي، شايفة إنه رد ده، رد فعل ده على الصحافة الأجنبية وحش، وشايفة استعانت ببعض التويتات لمايكل بالك مثلا أحد اللعيبة القدام، وبعض اللاعبين الآخرين اللي شايفين اللقطة عكرت صفو البطولة. أما اللي ردوا عليها فقالوا لها معلش، ما هو بليه في نسخة بطولة العالم في المكسيك ارتدى القبعة المكسيكية الكبيرة. وناس تانية ردوا عليها قالوا لها
يعني لو جاء ميسي مصر واخد بطولة كاس العالم ولبسناه قلادة او لبسناه لبس فرعوني كان هيبقى حلو، انما عشان قطر بقى وحش. معركة حامية الوطيس، انا معرفش الوطيس هو ايه، انما يعني اهم بيقولوا كده معركة حامية الوطيس على اللقطة دي، انه لا معلش يلبس هو بمزاجه بس الامير تميم ما يلبسهالوش. ليه؟ اصله فرضها عليه، وكانه الاخ ميسي قاصر، كان ميسي مواطن قطري وخاضع للامير تميم. واصبح اللي بيستهجنوا اللقطه دي شايفين ان الوالي الكتكوت ده اللي عنده اللي كبر في السن وربما اعتزل بعد سنتين، شايفينه ارغم او اجبر على لبس البشت، وناسين خالص ان ميسي هو اشهر من الامير تميم، وان ميسي كامل الاهليه، وان ميسي مش قطري، وانه لو ما كانش عايز كان هيقول الامير تميم شويه كده انا مش عايز البس البتاع دي، وكان لا يملك الامير تميم وقتها انه يلبسها له. انما تقول ايه بقى؟ تقول ايه في العلمانجيه العرب؟ تقول ايه في اللي الناس الحقيقه مش قادرين يخبوا حقدهم الرهيب؟ الناس اللي كانت بتدافع عن شارة المثليين وان قطر عليها انها تقبل الشارة، هم اللي وقفوا عند اللقطة دي وعاملين حرب ضروس وبيستعينوا ببعض المقالات، وكأنه احنا لازم نرضي الغرب، وده العار، ده العار والمرض اللي موجود في عقل كل عربي علمانجي، انه اذا لم ترضي الغرب فانت خارج عن نطاق الحضارة خالص. اذا ما رضيتش الغرب وان لم يرضى عنك الغرب فانت مش حضاري، مش متحضر. فعليك عشان تبقى متحضر ان تخلع عباية بقى ثقافتك وعقيدتك ودينك وكل حاجة، وتقبل بكل التجارة الغربية. لو ما قبلتش تبقى مش كويس. يعني وكأنه حاجتين، أول حاجة هم عمالين يشتموا في اللقطة دي، مش في الأمير تميم الحقيقة يعني، لكن بيقولوا إن الأمير تميم أكبر الفرق بين بليه في المكسيك وميسي في اللقطة دي، إن بليه لبس الكاب المكسيكي بمزاجه، لكن الأمير تميم أكبر ميسي انه يلبس، وكأنه ميسي ما كانش عنده حق الرفض انه يرفض، وكأن ميسي قاصر. شيء غريب جدا. اما النقطة الثانية انه انا اذا ما رضيتش الغرب تبقى مش كويس، الغرب يفرض عليك اجباري شارة المثليين، اجباري يفرض عليك الكحول، يفرض عليك ثقافته، بس لما انت تيجي تفرض ثقافتك بالشكل ده خلاص تبقى انت مش كويس، انت مش كويس ابدا. نشوف التغريده دي الرد على او المعركه حاميه قوي يا جماعه. في نقطه مهمه غايبه عن الناس، موضوع ده ميسي للبشت القطري. ايوه اللقطه مدبره ومتفق عليها وبخطه واضحه ومحدد، ومش يوم النهائي ولا قبله، محدده بيوم اكتر من 10 سنين. قطر خططت لنشر ثقافتها عالميا، واختصارا ميسي ومبابي ونيمار وحتى حكيمي كانوا هيكونوا ابطال لقطه البشت دي في حاله التتويج. انا ملهم بالمونديال في قطر لانه ومش عارفه مبسوطه السفراء يعملوا مقابل للترويع. طبعا انا حر واللاعب حر. بالمناسبه يا مدام يا صحفيه يلي قايده الحمله دي، انا حر، انا لو انا قطري مكانه انا حر البسه البشت، وهو ايضا حر يقلع البشت وياخده كده ويحطه في اي حته عادي جدا. اللعيبه يا مدام بيتبادلوا مع بعض التيشيرت وما بيلبسهوش، بياخدوا كده يحطوا ويرموه في اي حته وخلاص. يعني اللاعب حر، واللعيبه يا مدام حره انها ترفض، وده اللي عمله نفس اللاعب ده ميسي في ماتش هولندا غالبا. لما لاعب طلب منه انه يبادل بتاع قال له امشي احمق، ما رضيش يبادل معاه التيشيرت بتاعه. هو حر، ميسي ما هوش قاصر، ميسي مؤسسه كبيره قوي قوي، أكبر من خيالك، مؤسسة تقدر ترفض. لكن اللي عمله ميسي إنه لبس البشت وسلم كتفينه الاتنين للأمير تميم، ومش بس كده، ده لو ما كانش عايز هات بقى اللقطة ما كانش مشي بالبشت للحد الآخر.
لو ما كانش عايز اديني بقى فيديو الاستلام كده اهو. لو كان طب خلاص لبس له البشت، نشوف بقى ميسي هيعمل ايه. اهو لبس وقف يزرره وزمايله مستنيينه، خد النسخه من كاس العالم وراح مشي بنفس البشت اهو 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 لحد الاخر لحد ما رفع الكاس. لو انه مش عايز كان خلاص هيقلع البشت ويمسك كاس العالم ويكمل. نشوف الاتحاد الارجنتيني بقى قايل ايه على القصه دي. اتفضلوا يا حضرات. بالتاكيد الملك، ده الاتحاد الارجنتيني كانه بيتوج ملكا، فقالت بالتاكيد الملك. تروح بقى صحفيه مصريه تعمل حمله كبيره وتقول لك لا ده اجبر ميسي، يا عيني يا قاصر، ميسي قاصر واهطل والرياله نازله من على بقه، تقول لك ده اجبر على انه يلبس واجبر على انه يمشي بيها واجبر على انه يرفع بيها الكاس، وتستعين بقى بمجموعه من الصحف ومجموعه من اللاعبين زي مايكل بالك اللي قال له هذه اللقطه افسدت الكاس لحظه التتويج. انت مالك يا مايكل ومال القصه؟ مبدئيا انت مش ارجنتيني، ومبدئيا انت فريقك روح من بدري، فريق الماني روح من بدري يعني، وجايبالي بقى كام واحد صحفي، ونسيت خالص ان باتيستوتا الارجنتيني، ما هو باتيستوتا ده الجيل اللي قبل ميسي، باتيستوتا في داخل الاستوديو بين سبورت تبادل مع المذيع، انا ما اعرفش اسم المذيع، محمد سعدون الكواري، تبادل معه الجرافاتا وقال له لو دخلوا مع بعض فرهان لو فزنا هديك الجرافاتا وانت تديني العجال. تبادلوا مع بعض المشهد ده، نشوفه كده. عشاق الفريق الارجنتيني القدام اللي زي حالاتي يعرفوا مين باتيستوتا، كان واحد من سحرة الارجنتين. باتيستوتا كان ساحر من سحرة الكرة في الارجنتين، عادي جدا، ولا اتخذت ولا اللقطة بوظت ولا اي حاجة في الدنيا. الرسام الارجنتيني ده رسم، هو احنا شفنا ميسي بالعجال او بالبشت، لكن الرسام الارجنتيني بقى رسم مارادونا بالعجال في ميدان المسلة في الارجنتين. كتير هنا في البرنامج ده قلت للناس والناس كلها، انت لما بتروح بلد تانية بتحب كل حاجة تراثية فيها، اللبس كل حاجة، يعني عندك اللبس السوداني جميل، اللبس الليبي جميل، اللبس التونسي اروع، اللبس المغربي، اللبس اليمني، واللبس الخليجي. النهارده بقى اللبس الخليجي الحقيقه بقى فوق الروعه وبقى منتشر في كل الدنيا، مش عيب ولا اباحه. خلينا نشوف واحد من رجال الشرطه وهو بيساعد مشجعه اجنبيه على انها تلبس العجال الخليجي. عادي جدا ويلبسوا عندنا. انا ما قلتش اللبناني والجزائري يا جماعه، كل دوله ليها لبس احنا بنحبه جدا، وعشان تبقى محترم بتحترم. هنشوف الارجنتينيات كلهم بقى بالعبايات. الارجنتين في استضافه قلب قطر ان شاء الله اليوم، هذا السيدات القطريات كانت مبادره لسيدات قطريات ان احنا نضمهم في ثقافتنا القطريه والخليجيه بلبس العبايه والشيله، فكانت اول مبادره لنا اليوم لابسين العبايه ويغنون اغاني ارجنتينيه في قلب قطر. قطر اللي حضن الجميع، حضن العالم باكمله، اليوم يتسع للجميع بكل جمال ورقي التواصل الاجتماعي بين الدول وبين الشعوب. الحمد لله منها للاعلى يا قطر ومنها للافضل يا قطر، الحمد لله. I'm so glad. Thank you for having us and thank you for letting us like know better the culture. Well, I'm from Argentina and well, I'm not like here because well, we're from a beautiful family, a Qatari family that invite us to their home. They give us this gift, this lucky gift, and we are so grateful for this. Well, we are now going to our Mandalese and taking your tradition to our tradition. Thank you very much. Argentina, but tonight I put this because my friends from Qatar give me this and I think it's a good idea to take my. ولا زالت المعركة معركة كبيرة جدا على قطر، وده طبيعي على فكرة، طبيعي جدا، ما بيتهاجمش غير الناجح. قطر اتهاجمت قبل البطولة وقالوا مش هيقدروا على البطولة دي، وقالوا كمان ان اللي قتلوا ناس وعمال ماتوا وعمال صحيوا وعمال مش عارف حصل لهم ايه، وقالوا كلام كتير جدا. بعدين بدأنا في الكحول وبدأنا في المثليات او العالم المثليين،
ودلوقتي ختمت البطولة نسينا كل حاجة ووقفنا عند اللقطة دي. لو قعدنا نعدد نجاحات قطر اللي هو نجاح للعرب والمسلمين والعرب كلهم مسلمين مستحيين يعني مش هنخلص، لكن حاولنا نقول لكم أبرزها في الجراف ده، جراف شكرا قطر، أبرز النجاحات القطرية في كأس العالم. أبرز النجاحات بنية أساسية متميزة وتنظيم مبهر، بطولة آمنة خالية من العنف، الرد بالذكاء على حملات التشويه على قطر، تحقيق عائد 7.5 مليار دولار، تسويق مبدع لثقافتنا العربية والإسلامية، تضامن عالمي مع قضية فلسطين على هامش البطولة، إشادة عالمية بنجاح البطولة. شكرا قطر. هتفضل البطولة دي هي المعيار لأي بطولة جاية قبلها قبل وبعدها يحصل حاجات تانية، هيفضل الهجوم على قطر، وده دايما دور الناجح. مفيش شخص ناجح في الدنيا بيسلم من الحملات، حملات تشويه، لكن بتظل نجاحاته هي المحك الأساسي. بعد كل الإشادة دي بيجي السؤال، ليه إحنا مش كده؟ سيبك بقى، نروح للجماعة العلمانيين، العلمانيين اللي واجعهم قوي نجاح قطر، نسألهم السؤال، إحنا ليه مش كده؟ وهل ممكن نحقق نفس النجاح ده؟ والله ممكن. وزير الرياضة المصري جاوب على السؤال ده وقال قدراتنا تسمح. أدي وزير الرياضة المصرية اللي قال قدراتنا تسمح بتنظيم كأس العالم مثل قطر. ركز كويس قوي في النص الله يخليك، ولا بد أن نتوقف قدام العبارة دي، قدراتنا تسمح بتنظيم كأس عالم بعد كده، بعد، خلي الجملة على الله يخليك، خليها بعد كده، صدقني الجملة دي هتتقال على كل ألسنة وبكل لغات. مثل قطر، مش مثل روسيا 2018، مش مثل جنوب أفريقيا 2010، هيتقال كده بالنص، مثل قطر، لأنه بطولة الدوحة أصبحت المعيار، تقدر تعمل زيها ولا لأ؟ مش تقدر تعمل زي كأس العالم في روسيا، عايزين زي كأس العالم في الدوحة، المعيار هيبقى كده وبكل اللهجات وبكل لغات. إنما الجراءة حلوة مفيش كلام، نقدر نعمل بطولة مثل قطر. بس معلش يا كابتن مفتش التموين، ممكن تديني أمارة عشان أدوس معاك وسندك وهتلاقيني في ظهرك، أنت بس خش بدليل، اديني أمارة وهتلاقيني معاك في ظهرك يا كابتن أشرف صبحي. بأمارة إيه؟ بأمارة اللاعب سعيد القطعاني بتاع فريق مطروح اللي مات أثناء مباراة في الدوري الدرجة التالتة ضد فريق السلوم بعد ما بلع لسانه وما لقولوش إسعاف تنقله، ده أول امبارح، ده من أسبوع، لاعب بيلعب في دوري الدرجة التالتة بلع لسانه، اتأخرت الإسعاف، ما فيش إسعاف، مات من أسبوعين، أسبوع. بأمارة إيه؟ بلاش الموضوع ده. في نفس الشهر اللي اتعمل فيه كأس العالم في الدوحة عملنا في شرم الشيخ مؤتمر المناخ، وكانت فضيحة دولية، المجاري ضربت، وقيل انه اتصرف عليها 15 مليار جنيه، وهي اصلا شرم الشيخ مؤسسة بشكل كويس، بنية تحتية. وقيل ايضا انه سبب منظر المجاري ده ان عدد الحضور كان كتير، يا صلاة النبي، هات بقى منظر بص قيل اصل المجاري طفحت لانه العدد كان كتير. بأمارة ايه يا كابتن اشرف؟ ده في، على فكرة، ده مش في مدينة نصر، ده مش في ملعب بتر سبورت في التجمع الخام، لا، ده في شرم الشيخ، واحدة من افضل مناطق العالم. بأمارة ايه؟ بأمارة ان الالفين 4000 واحد اللي جم مفيش، ما كملوش عشر تلاف واحد، بأمارة العشر تلاف، مفيش عشر تلاف والله، الناس دي جاعت وعطشت وشافت غلى اسعار، والسندوتشات كانت بتباع بعشرين دولار، جبنا نستو يا جعانين. بأمارة ايه؟ ان الناس دي كانت بتشتري مية، العشر تلاف واحد دول، الخمس تلاف واحد، ست تلاف واحد،
كانوا بيشتروا المية بأمارة الفضيحة الدولية بتاعت العطش والجوع وغلاء الأسعار والسندوتشات اللي بعشرين دولار السندوتش؟ بأمارة إيه؟ إن فضحتنا بقت على كل العالم وفي كل الجرايد زي ما كده. آدي أهو مشاكل لوجستية تعتري مؤتمر المناخ في شرم الشيخ. إيه اللوجستية بقى؟ اطلع 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 باللوجستية. ومن بين هذه المشاكل صعوبة الاحتياجات زي الاحتياجات الخاصة في التنقل. اضطرت الست دي وكريشينا والتانية اللي قاعدين على كراسي يعني معوقين للانتظار على حافة الطريق تحت شمس حارقة مرات عديدة عشان يجي لهم الاتوبيس حسب ما قالته لوكالة فرانس بريس. الشكاوى المتكررة من قلة اللوحات الإرشادية ونقص في الموظفين لتوجيه المندوبين وهم على عجلة من أمرهم للحصول على اجتماع. أما أكثر المشاكل إحراجا نظرا لموضوع المؤتمر هو النقص المزمن في مورد حيوي يزداد ندرة بسبب الاحترار المناخي وهو مياه الشرب. وقال أحد رواد المؤتمرات أو مؤتمرات الكاب المخضرمين والذي يعمل في منظمة غير حكومية: المشاركون يعملون في أجواء ضاغطة أصلا ولا ينبغي أن يضطروا إلى البحث عن المياه على الدوام. ومن المشاكل أيضا أسعار الطعام الباهظة جدا داخل المؤتمر والاضطرار إلى الانتظار في طوابير لنصف ساعة على الأقل لشرائها. وقال ممثل منظمة غير حكومية: لم يسبق لي أن رأيت أسعار كهذه في أي مؤتمر من قبل مع وصول سعر السندوتش لعشرين دولار. بأمارة إيه يا كابتن أشرف؟ رغم أن نفس السندوتش أبو عشرين دولار كان بيباع في قطر باتنين دولار ونص وجبة الجماهير المفضلة. اطلع بالخبر يا علي، الدين الخبر على سكاي نيوز. سكاي نيوز الإماراتية اللي موجودة في الإمارات، وجبة الجماهير المفضلة في المونديال تدر ملايين الدولارات. اطلع كده، سندوتش بكام؟ اديني سندوتش. هل في مشكلة مية ولا لأ؟ النقانق لها نصيب الأسد في هذه البطولة. وقال لك ان النقانق السندوتش بكام بقى؟ وبجانب سعر المنخفض يصل 10 ريالات للوجبة، ما يعادل 2 دولار و75 سنت. ليه بقى؟ ليه ما حدش؟ لانه اللي انت ناسيه ان شرم الشيخ دي مين اللي ماسكها؟ المتحرش ابو نسب خالد فوده، اللي كل الدنيا بتتغير، الجنيه بيتغير، الذهب سعره بيتغير، الرز بيختفي، وناس بتموت وناس بتحيا وعيال بتسقط وعيال بتنجح والدنيا عماله تغلى وخالد فوده موجود. ليه؟ لانه ابو نسب مناسب السيسي، زي احمد السيسي اللي هتكلم عنه بعد شويه اللي مدورها على البحري، اخو السيسي. ابو نسب خالد فوده ما حدش قال له اين ال 15 مليار اللي انت صرفتهم للمؤتمر ده. فالسؤال ليه مش احنا؟ ببساطه لاننا عايشين على فساد، لان مصر بلاعه، لأن مصر اللي مسيطرين عليها الصراصير، والصراصير هو نظام من التفاهة. وفي نظام التفاهة يا حضرات لا مكان للكفاءة أو الناجح. حتى يا راجل، حتى لما قطر أو اللجنة المنظمة أو الاتحاد الدولي قرر اختار إنه يختار، يعني إحنا ما كانش لنا أي دور في البطولة دي، لدرجة ان لساني نشف هنا. وانا بشكر السعودية على الكامبين بتاع اعلانات السعودية اللي كان طول البطولة شغال، اللي هو روح السعودية، كامبين اسمه حملة اعلانية اسمها روح السعودية، عن كل شيء في السعودية، يعني روحوا زوروا السعودية. وطالبت هنا بان مصر تخش تعمل حملة مع القصة دي، وانا استغل وجود الناس والنقل التلفزيوني. ولا حياتنا من تنادي لما الاتحاد الدولي يقرر في المباراة الختام انه يجيب مطرب او راب او مغني راب من مصر اسمه ويجز، حصلت عليه حرب. مصطفى كامل امير الاحزان ونقيب الموسيقيين قال لك والله العظيم طالله لو ويجز راح وما خدش اذن مني او من النقابة مش هيغني في مصر تاني.
ادي النقيب مصطفى كامل يهاجم الفنان المصري الذي سيحيي حفل نهائي كاس العالم. ما قاله صدم الجميع. لازم ياخد اذن من سياده اللواء. سياده اللواء مصطفى كامل مدير امن الموسيقى، لازم تاخد اذن. وقال لك انه اوعى، لازم تاخد اذن من الله. وتابع ويجز ممنوع من الغناء داخل مصر. ويجز انا طبعا سمعته وما عجبنيش، وعلى فكره سمعت اغنيه عز العرب والله العظيم ايه بتقول ايه، ما بحبش مزيكته ولا احب غناه خالص. وتابعت الاغنيه الكليب بتاعه عز العرب اللي هو عمله للمونديال، الكليب في منتهى الروعه كتصوير كاخراج، انما انا مزيكته لا مزيكته ولا كلامه ولا اي حاجه ولا بيدخل، ما بيقربش من ودني. انا حر يا سيدي، انت هتحاسبني؟ انا حر، ما بحبش ويجز، ما بحبش اسمعه. سمعته، جربت، عصرت على نفسي فدان ليمون، ما جابش، بس ده مش معناه ان انا امنعه. خلاص، هو ده اللي بيغني. ده اغنيه عز العرب جابت 169 مليون مشاهد، يعني شافوها 169 مليون بني ادم. خلاص هم حرين، تمنعوا انت بتحبوش تمنعوا. ماذا لو انك انت يا سياده اللواء مصطفى كامل بقى اللي طلبته؟ طبعا قطر ما كانتش تعمل، مش معقول دوله نظمت كاس العالم على اعظم مستوى في التاريخ هتجيب مصطفى كامل يغني في حفل الختام؟ هيغني لهم ايه؟ عيد ميلاد جرحي انا؟ هيغني لهم ايه؟ ايش طيابة؟ يعني مش معقول. فراحوا جابوا شاب مصري اسكندراني الاصل، عارفش هو خريج جامعه ولا لا، انا قريت عنه بس ما لقيتوش خريج جامعه، غالبا هو مش خريج جامعه ولا خريج جامعه ولا قصه، انسى القصه دي. انما هو شاب اسكندراني بيغني راب ومكسر الدنيا، وتعلم الراب على ايد اتنين تلاته اسكندرانيه زيه، وانضم الفرقه وخرج من فرقه وطلع من فرقه الى ان كون اسمه. والنهارده حفلاته بتجيب ملايين اكتر من عمرو دياب، يعني حفلات ويجز اللايف حضورها اكتر من عمرو دياب، الدخل اكتر من عمرو دياب اللي هو الميجا ستار. ويجز راح غنى، قال لك كلا وحاشا عليا، ولو راح مش هيغني في مصر تاني. فطلع الاستاذ محمد ممدوح اللي انا بحبه جدا، قال له احنا فخورين بيك. اهو محمد ممدوح، انا بالمناسبه اسجل اعجابي باداء محمد ممدوح جدا، وارى ان محمد ممدوح ده ممثل يعني جامد جدا، ده رايي. بيقول له انا طلعت من كاس العالم بالصور دي، مبسوطين وفخورين بك يا ويجز. اهو ادي ويجز في الحفله بتاعته في الختام. ليه احنا مش احنا؟ لان احنا عندنا سياده اللواء مصطفى كامل، سياده اللواء رئيس اركان حرب الموسيقى المصريه. ليه احنا ما نقدرش؟ لان احنا عندنا سياده اللواء خالد فوده قاعد في مرسى في شرم الشيخ، لان هو محافظ، وقاعد الراجل يتحرش بالستات اللي بتجيله، وقاعد شغال ويصرف 15 مليار ما تجيبش نكله، ويقعد محدش هيحاسبه. ليه احنا؟ عشان الفساد، عشان ألف سبب، عشان غياب التخطيط، عشان زي ما قال وائل النحاس من يومين الخبير بتاع المؤسسات المالية، احنا ما عندناش اصلا ناس تخطط، احنا ما عندناش ناس تخطط، احنا عندنا واحد بيفكر، واحد بيخطط، واحد هو كل واحد، هو كل حاجة، هو الفلاح الاول، هو الاقتصادي الاول، هو المدرس الاول، هو الجندي الاول، وهو ايضا نبي من انبياء الله. احنا مش انا اللي بقول كده عشان ما تقوليش بتكفر، ده طلع سعد الهلالي قال كده، قال عليه هو ومحمد ابراهيم انه رسل. احنا عندنا، لكن الدول اللي بتنجح ما عندهاش رسل، عندها تخطيط، عندها مؤسسات بتشتغل، ما عندهاش بقى انت مين ياد يا ابن امبارح اللي جاي تشتغل، ما عندهاش الكلام ده. ليه احنا مش كده؟ لاسباب كتير. لو ابنك سالك، شوف البوست ده، بوست ليه احنا مش كده، ايه شوف البوست ده، الراجل ده بيقول كلام حلو قوي. ليه احنا مش احنا؟ ليه احنا؟ ليه مش احنا؟ لو ابنك سالك السؤال ده هتعرف تجاوب عليه؟ لو قال لك ليه مش احنا اللي بننظم كاس العالم؟ ليه مش احنا اللي بنشارك في كاس العالم؟ ليه مش احنا اللي بنفوز بكاس العالم؟ طفل بيسالك اسئله منطقيه ومحتاج يفهم، هتقول له ايه؟ محتاجين ايه؟ فكر كده، محتاجين ايه؟ فلوس؟ فلوس بس؟ ولا فلوس وبني ادمين؟ ولا فلوس وبني ادمين وعلم؟ ولا فلوس وبني ادمين وعلم واداره؟
ولا فلوس وبني أدمين وعلم وإدارة وعدل ووعي وثقافة وتحضر وقانون وإعلام واستثمار ورؤية وخطة استراتيجية وحلم وأمل وإرادة؟ إيه ده؟ وإحنا محتاجين كل ده؟ أمال إيه؟ أمال معنا إيه؟ معنا الساتر. آه معنا الساتر ده اللي مخلي البلد لسه واقف على رجليها. مبروك لقطر، تستاهل. ياريت لو في متخصصين يعملوا لنا كتاب إزاي قطر نجحت، ونبقى نسيبه لأولادنا يتعلموا منه. جايز حد منهم يفهم ويطبق أو حتى يسافر. ليه إحنا مش إحنا عشان كده؟ اوعى تفتكر إن الحقيقة يعني اقرأ معايا البوست ده كده، اقرأ معايا البوست التاني ده كده، معلش اقرأ طلع لي ده كده، الله يخليك. بالعامية اوعى تفتكر إن لقطة اليوم أوانطة. منظر الاستعدادات، التنظيم، الاستضافة، وصول لقطة ميسي بالعباية، لا ده مشهد بيمثل تتويج لمجهود حقيقي لدولة أظهرت نضال حقيقي لتحقيق هدفها. عجباك مش عجباك موضوعك، لكن الأكيد إن الأمر يستحق التفكير. البلد دي من كام شهر كانت تحت الحصار من دول الخليج وبعض الدول العربية، لو أنتوا فاكرين الحصار اتعمل عليها في 2017. 13 مطلب، وطلعت السعودية وقالت هنعمل قناة اسمها سلوى ونعزلها. أو والله قال كده، قال كده. شتيمة وقلة أدب وخطف عرض حكامها بلا خشة ولا أدب، برضو بغض النظر عجبك ولا لا. استخفاف وتقليل من حجمها، بل وتشكيك في قدرتها على تنظيم البطولة. اتهامات أجنبية بممارسات قامت بها أثناء إنشاء الاستعدادات بتمثل انتهاك لحقوق العمال، وده جزء كبير منها منه حقيقي. ضغوط إعلامية من دول أجنبية لعدم رضاهم عن إقامة البطولة في دولة تنتهك حقوق كثيرة، بل وربط إرساء التنظيم بمخالفات مالية، وبرضو جزء من ده صحيح، ده هو اللي بيقول. كل ده في الخلفية نصل لمشهد اليوم. لا الحصار نفع ولا سلوى جت، وأغلب الدول العربية حضور. كل الكلام على التنظيم إيجابي وعظيم، حتى ما ارتبط بانتهاك حقوق العمال هو جزء سلبي في مشهد كبير قدر يجد تحقيق بجد، وربما تعويضات ودرس للتعلم، أو حتى تعلم أنك تعترف بخطأ وتغيير، ودي حاجة أصلا بعيدة عن ثقافتنا، وتعلمه سيكون مكسب، تعلمه سيكون مكسب مهم. لم تفعل قطر بربع جنيه حاجة غصب عنها، لا ضغط إعلامي نفع ولا غيره. من أول إعلام فلسطين للكوفية لعادات اجتماعية أرادتها بغض النظر عن رأي فيها، لكن الخلاصة إنها لم تزعم بربع جنيه. مشهد اليوم هو تتويج لأداء ماكينة فعالة. إزاي إنك تعرف تكسب؟ إزاي تجيب أحسن ناس تعمل الشغلانة؟ ما هوش أي حد معاه فلوس يعرف يخرج بالمشهد بالشكل المبهر ده. ما احنا شفنا في ناس الذهب في إيديها بأطراب. عاوز سياسة؟ نجيب ناس متعلمة ونشتغل، مش نقول لها أنا بس اللي بفهم. مشهد الحصار يتقلب لتضامن. عايز إعلام؟ نجيب ونطلق إيديهم. عايز دعاية؟ باجيو كاكا وتريكا والجن الأزرق كمان. المشهد ده ببساطة لخص القصة. ببساطة ليه مش إحنا؟ مش عشان فلوس، ولا عشان ما عندناش قدرات، عندنا قدرات كتير قوي، ولا عشان ما عندناش إمكانيات، عندنا إمكانيات. بالعكس، كأس العالم ده لو في مصر كانت الناس استمتعت أكتر من قطر. عندنا الأقصر وأسوان والبحر الأحمر والصعيد واسكندرية، احنا بلد عظيمة جدا. لكن ليه مش احنا؟ لان ما عندناش مؤسسات. احنا دولة الفرد، دولة بنعبد فيها الصنم، دولة ما تسمعوش كلام حد غيري، دولة انا بدرس مصر من 50 سنة، دولة انا لو سبتكوا هتضيعوا. الدولة اللي زي دي مش هتنجح ابدا في اي حاجة، ويوم ما تكون في مؤسسات في الدولة دي هتشوف تنظيم كاس العالم في مصر احسن كمان من اللي حصل في قطر، وهنشوف فريقنا بيلعب ويتألق احسن من فريق المغرب، وهنشوف نجوم شباب بيديروا الملف زي حسن الزوادي كده، بفكر، بتخطيط، بعلم. فكر فيها كده واحسبها مع نفسك، وانت هتعرف ليه، هتعرف ليه احنا مش زي قطر في التنظيم ده، وليه احنا مش زي المغرب في عظمة الاداء ده. هتعرف ليه رجعنا ورا قوي. ولو ما وصلتش لحاجة، استنى الفقرة الجاية
عشان تشوف نفس العقلية قذرة اللي بتحكم مصر اللي أدارت قمة المناخ دي بتعمل إيه دلوقتي في الورث اللي تبقى لها. استنى عشان تعرف إن ده تخطيط جهنمي لتفتيت مصر تماما. هتعرف ماذا يدار في ملف خطير جدا اسمه قناة السويس. استنى بعد الفاصل عشان تعرف إن القناة تقريبا اتباعت وده اللي قلناه امبارح. استنى بعد الفاصل عشان تعرف أحمد السيسي أخو عبد الفتاح السيسي إزاي مدورها في سوق الذهب مع مجموعة من الفاسدين. هتخسر كتير جدا لو ما استنيتش بعد الفاصل. أهلا بيكم. من كام يوم طلع عمرو أديب بيتكلم عن الحل السحري لمشكلة الدولار زي الأزمة الاقتصادية، وقال كده بالنص عايزين حاجة تجيب مبلغ ضخم مرة واحدة مرة واحدة، والحاجة دي بالمبلغ ده يعمل توازن. احنا سألنا هنا امبارح في البرنامج ايه بقى الحل يا عمرو؟ الحل ده شكله ايه؟ ولا حسابه ايه؟ هتبيعه ايه؟ وبعت لنا احد المصريين المهتمين عن انه خايف، وانه خايف على مصر من اللي هيحصل فيها قريب، وتوقعنا انه ممكن يكونوا بيفكروا في بيع القناة. افكركم بفيديو امبارح. طيب السؤال بقى، يا ترى ايه الحل اللي هيجيب فلوس كده مرة واحدة يا عمرو واللي فوق عارفينه؟ ايه الحل السحري؟ نبيع حاجة مثلا؟ طب ما هم نازلين بيع في كل حاجة في البلد، ايشي بنك متحد لبنك القاهرة اهو الاخبار اهي، شركة البويات والصناعات الكيماوية باكين تناقش عرضا اماراتيا للاستحواذ عليها. ما هو عمين يبيعوا. البنك السعودي الفرنسي ابدى اهتمامه بالاستحواذ على بنك القاهرة. اللي بعده اهو. طب ايه الحل بقى؟ ايه الحل؟ ولا يقصد حاجة كبيرة تتباع مرة واحدة، لوكشة الاهرامات مثلا، ولا تبيع قناة السويس؟ ده كان امبارح. الحقيقة ان الفار بدأ يلعب اكتر في عبنا بعد ما بدأت ترويج منشورات مجهولة بتتكلم عن موضوع بعينه اللي هو موضوع بيع قناة السويس، زي البوست ده كده اللي كانت اللي مشير البوست بيقول الخيانة بكل معانيها، وشير بوست تحته لحساب اسمه راجي عفو الله. الحساب بيقول بقى الحل السريع الوحيد اللي يقدر ينقذنا من المطب اللي احنا فيه هو طرح قناة السويس في اكتتاب دولي بالدولار هتتقيم في حدود 200 مليار دولار بناء على دخلها الحالي والمتوقع، ونقدر نسدد كل الديون بدون فوائد، ويتفضل 50 مليار كمان نحطهم احتياطي ونبدأ على نظيف، ولما يجي لنا فلوس نشتري الأسهم تاني. يا سلام، نبيع القناة ب 200 مليار وبعدين نسدد كل ديوننا اللي هي 100 حاجة و 50 مليار، فيتبقى لنا 50 مليار نبدأ بقى على نظيف، لما نبقى نقف على رجلينا نشتري القناة تاني. وترددت المنشورات دي فجأة بقى النهاردة اتحولت لمشروع قانون بيتناقش في البرلمان واتوافق عليه بكل وقاحة. قانون بيمهد اهو لبيع قناة السويس تحت شعار صندوق قناة السويس، رغم ان الهيئة دي محققة على حسب ما هم بيقولوا 8 مليار. فانت ليه جاي تشتغل على مشروع ناجح وتبيعه بالطريقة دي؟ وعايز تكسب كام؟ وعايز تورطه ليه؟ تورط قناة السويس في لعبة الصناديق ليه؟ خلينا نشوف بقى. راحوا جابوا رئيس هيئة قناة السويس يستعرض إنجازات القناة إزاي زادت السنة دي ل 8 مليار دولار. اسمع. مليون
ايوه خلي الفيديو كده حلو قوي. هاتوا تو ويندو كده. ده الفريق اسامه ربيع تقريبا رئيس هيئه قناه السويس. فين المكان؟ فين البرلمان؟ مين بقى اللي جنبه؟ خالد ابو بكر المحامي اللي مكتبه في شارع البطل احمد العزيز فوق تكه، وانا اول واحد من اوائل الناس اللي استضافته في قناه المحور زمان. خالد ابو بكر ده هو اللي قال اسكندريه بتغرق والرئيس قاعد مع شركه سيمنز، ورد عليه السيسي قال ما يصحش كده. بعدها خالد ابو بكر يقال انه عمل عمليه تحويل، مش يقال بس هو حصل له تحويل فعلا، يعني حصل له تحويل يعني عابر. يعني ايه ليه بقى انت جايب رئيس الهيئه في البتاع ده في البرلمان بيقول ايرادات؟ يعني ليه انت جاي تقول لهم الايرادات زادت ليه؟ عشان تبرر مشروع القناه لمين؟ ما ده اللي شفناه في مصانع الكوك والاسمده والاسمنت والحديد، المصانع اللي كانت بتكسب لكن بعتوها برضو. المره دي مش مجرد شركه، دي قناه السويس. قناه السويس يا حضرات، قناه السويس التاريخ، قناه السويس اللي رفض محمد علي يعملها. ورجعوا لمذكرات نوبار باشا ان محمد علي رفض يعملها عشان ما تطمعش فيه الدول. قناة السويس اللي فضلوا الإخوة الماسونيين يزنوا عشان يعملوها لحد ما جاء الأخ ديليسيبس بطبق مكرونة خلى الخديوي أو خلى الرجل يعملها. قناة السويس اللي مات في حفرها آلاف المصريين. قناة السويس اللي فتحت الطريق لدول العالم زي ما كان توقع محمد علي إنها تفتح عينيها على مصر. قناة السويس اللي اتقفلت 5 سنين بعد حرب النكسة 67. قناة السويس اللي لما السادات فتحها في 75 وقف بالبدلة بتاعت البحرية وجاب ابن شاه إيران وحضر الحفلة وعمل حفلة. قناة السويس أمن قومي. قناة السويس اللي في فيلم ناصر 56 من إخراج محمد فاضل تقريبا، أو محمد فاضل تقريبا، أمينة رزق طلعت مشهد واحد بس في الفيلم ده، مشهد وهي جايبة بؤجة هدوم كده وبتقول للرئيس عبد الناصر إني أنا أبويا مات في القناة في حفر القناة دي. فعبد الناصر تلتهب مشاعره وتنتفخ وقرر إنه يأمم القناة، يعني واحدة من الأسباب يعني. قناة السويس اللي عبد الناصر قرر يأممها واتفتحت علينا حرب 56، وعبد الناصر خطب في الأزهر وحشد وراه الشعب وانهزمنا عسكريا وانتصرنا سياسيا. قناة السويس النهاردة بمنتهى السهولة بتعمل لها مشروع قانون بتتباع. عشان كده الحكومة طلعت تقول لا الموضوع مش بيع ولا حاجة، بلاش تبقوا حساسين قوي كده، الموضوع استثمار يا حمار. نشوف كده الحكومة هي بترد على مزاعم بيع قناة السويس. يعني مش بيع، ده استثمار. حلو قوي. يعني الصندوق ده الاستثمار؟ اه. طب يا جماعه الكلام ده قلقنا شويه، هو قلق حد تاني يعني ولا انا احنا بس؟ مش بلاش نجيب بقى معارضين او مصريين في الخارج اللي السيسي شغال عليهم قضايا وملاحقات قضائيه. لحد النهارده انا وزمايلي محطوطين في قضيه مش عارف امن دوله، كلام فارغ يعني. لا لا مش هنجيب الناس دي، ولا حتى هنجيب اكاديميين محترمين، احنا هنجيب النواب نفسهم اللي كانوا في الجلسه النهارده، اللي سمعوا كلام الفريق اسامه ربيع، واللي سمعوا كلام الحكومه. النواب بتوع النظام نفسه اللي اعتبروا ان الصندوق ده مغاره علي بابا لنهب قناه السويس.
النواب يرفضون صندوق قناة السويس مغارة علي بابا في فيتو. أهو 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 يا حضرات، يعني مش كلامي ولا كلام مش عارف مين ولا كلام أي حد، ده كلام الإخوة النواب اللي حضروا الجلسة النهاردة، مغارة علي بابا. النائب محمد عبد العليم داود اعتبر إن اللي بيحصل ده زي بيع الأهرام. نسمع كده النائب عبد العليم داود بيقول إيه. جوه البرلمان حد بيسألني هو التصوير وحش ليه كده؟ ما هو دي مصر. الناس النواب أو بعض النواب مش الأكاديميين ولا التاريخيين ولا أي حد اعتبروا الصندوق ده مليء بالشبهات، لأنه بينص صراحة على بيع أصول قناة السويس تحت شعار الاستثمار للغير، واخد إيراد القناة للصندوق من غير ما نعرف كام وهيعملوا بيها ايه، زي الخبر ده بتاع عين مصر. مجلس النواب يناقش تعديل قانون نظام هيئة قناة السويس، تستهدف هيئة قناة السويس من مشروع القانون وفقا لما ورد في تقرير اللجنة انشاء صندوق مملوك لها تسمى من خلاله او تسعى من خلاله الى تحقيق الاهداف التالية: مجابهة الازمات والحالات الطارئة، المساعدة على تمكين هيئة قناة السويس من مجابهة الازمات والحالات الطارئة، ما هي هي القدرة على تمكين هيئة قناة السويس من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية بما في ذلك مساهمة الصندوق بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات أو في زيادة رؤوس أموالها. يا صلاة النبي. في نوفمبر 1875 وللأجل دي ناخد النائب عبد المنعم إمام بينتقد القانون وبيقول لهم 10,000 شهيد راحوا في عمل القناة. اسمع. نسمع كمان النائب أحمد فرغلي وبيتكلم على القانون ده اللي بيقول إنه بينص على بيع أصول قناة السويس. إيه الأصول اللي هتتباع وإيه النسبة؟ نسمع الراجل بيقول إيه. Oh!
طيب في النهاية يعني عارف يعني ايه الشركة دي هتطرح في البورصة؟ يعني هيجي حد يشتريها انت ما تعرفش ملته، انت ما تعرفش ده مين، وما تعرفش ده بيعمل ايه. طيب في النهاية بعد الشرح ده والندب والشكوى دي كلها، البرلمان وافق بالامر يا معلم على تأسيس او على القانون. مصر تقر تشريعا ببيع وتأجير اصول هيئة قناة السويس رسمي 19 ديسمبر. فعليا احنا قدام مهزلة كبيرة بيتم التمهيد ليها عبر نشر فيديوهات النواب دول عشان تكون بمثابة بالون اختبار للشعب، هل هيسكت ويعدي بيع القناة ولا الناس والمؤسسات هتفوق وتوقف المهزلة دي؟ احنا يا حضرات ما بنتكلمش عن شركة عادية او حتى شركة كبيرة زي الحلو السلم، احنا بنتكلم عن قناة السويس. وقناة السويس الحقيقة يعني تاريخ طويل جدا، وهي دلوقتي البيضة اللي بتبيض لمصر ذهب كل سنة، والحاجة الوحيدة اللي الحقيقة بتدخل نقد أجنبي بعد تحويلات المصريين اللي قلت في ظل الفشل بتاع النظام في التصدير والإنتاج. احنا قدام سيناريو سيء جدا. السيناريو ببساطة شديدة جدا له تاريخين، تاريخ قريب قوي وتاريخ بعيد قوي. التاريخ القريب قوي يا حضرات هفكركم بيه، سبحان الله احنا بنشوف آيات من آيات الله في كل شيء وقت. القناة دي هي اللي اتهموا بها الرئيس محمد مرسي انه هيبيعها. حد فاكر؟ حد فاكر لما استفزوا المصريين عاطفيا وقالوا لهم اهو الوفد مرسي يعيد قناة السويس لعصر الامتيازات السبت 8 يونيو 2013. اطلع بالتفاصيل. البلد، التجمع، مرسي سعى لبيع قناة السويس لرجال اعمال من امريكا واسرائيل 6 اغسطس 2014. عايز حاجات تانية؟ انت اعمل سيرش بس. سبحان الله العظيم، كل حاجة قالوها على مرسي ظلما وكذب هم اللي بيعملوها دلوقتي. مرسي بيبيع سينا باعوا تيران وصنافير، مرسي بيبيع قناة السويس باعوا النهاردة قناة السويس. انت بس اعمل سيرش كده مرسي يبيع قناة السويس هتطلع لك اخبار بالهبل، ادعاءات بالهبل قيلت على الرئيس مرسي. والبص والهبل صدقوا، وكنا نقعد نقول للهبل اللي بيصدقوا يا حضرات ازاي يعني اهو شفيق يتهم الاخوان بالسعي لبيع قناة السويس وارض سيناء. تاني خبر يا علي اهو، فين بقى الفريق احمد شفيق ربنا يديله الصحة عايش؟ فين بقى دلوقتي؟ ما بيتكلمش اهو. شفيق يتهم الاخوان بالسعي لبيع قناة السويس واراضي سيناء المصرية. ده الكلام ده كان في 6 اغسطس، وانتشرت هذه الاكذوبة. مرسي بيبيع قناة السويس، ده بيبيعها الاسرائيليين، ده بيبيعها الدزرائيلي. كتير بقى كتير. الشيخ عصام تليمة يا رب يكون سمعني دلوقتي، انا كنت هكلمه من 3 ايام كده. يا شيخ عصام انا وقع في ايدي كتاب حلم النمنم الاخير عن سيد قطب، التحولات في حياة سيد قطب، جبته يعني جبت نسخة وصلتني، وقعدت اقرا المقدمة بتاع حلم النمنم. وحلم النمنم علمت في صفحة 9 في الكتاب، انا فاكر الصفحة، في صفحة 9 مش هتلاقيها طبعا بي دي اف عالي مستحيل لان الكتاب لسه نازل السوق. في صفحة 9 هبقى اجيبه لكم بكرة معايا، بيقول كده بالنص ان مشروع الاخوان ثبت ان هو مش موجود ومش واقعي ومش عارف ايه وكلام من ده. فانا كتبت جنبه وما اخبار مشروع عربيات الخضار، حلم النمنم موجود والكتاب لسه صادر، بيتمسخر ببرنامج الاخوان، وانا ماليش علاقه بالاخوان وعندي مشاكل معهم كتير جدا، بس انا بتكلم على الحياد العلمي. طب يا اخي حلمي الكتاب صادر بعد 2014 تقريبا، وبعدين دي نسخه جديده منه. طب حضرتك ما شاء الله عليك كده راجل علمي ومتبحر في العلم، طب يا عمي مشروع الاخوان زباله
اخبار مشروع عربيات الخضار واللمبة الموفرة ايه؟ ولا حاجة. في صفحة 9 في كتاب حلم النمنم تحولات السيد قطب، انا لسه بدري في الكتاب وكنت اقراه عشان ادخل فيه في مناقشة مع الشيخ عصام تليمة باعتبار انه باحث يعني، لكن صفحة 9 ارجعوا صفحة 9 بيتكلم على ان مشروع الاخوان مفنكوش. طب حلو قوي، طب واين مشروع بقى اللمبة الموفرة ومشروع عربيات الخضار؟ اخباره ايه؟ حلم النمنم موجود بس ما يفتحش بقه بالجزمة، ما يفتحش بقه. هم دول علماء مصر، هم دول مفكرين مصر. أين الأصوات اللي قالت مرسي بيبيع قناة السويس؟ مش موجودة بالجزمة، مش موجودة. مشروع بيقر داخل مجلس الشعب داخل البرلمان وبياخد موافقة ويصوتوا عليه، يصوتوا عليهم بدري أعضاء وعادي جدا. ده القصة التاريخ القريب. التاريخ القديم بقى، احنا قدام سيناريو الخديوي اسماعيل. الخديوي اسماعيل بعد ما صرف وبزخ وعمل حاجات وراح عمل حفلة والقطن اتضرب في مصر لانه كان الحرب وقفت في امريكا، فبدأ القطن الامريكي اهو. حلم النمنم كتاب سيد قطب سير التحولات الطبعة التانية صفحة 9. وانت عرفت تجيبه يا علي ولا ايه؟ لو جي... بقى خلاص انا عندي بكرة اجيبه صفحة 9 ماشي. فحصل ان الخديوي كان له مديون ليه فلوس، في ناس عليها فلوس، فيعمل ايه المعلم؟ الدول الاجنبيه سعت الى انه يشتروا حد ايطالي، بعت لاخوه في مصر قال له خلي الخديوي يبيع عشان ينقذ نفسه من الازمه دي، يبيع اسهمه في القناه. فباع حوالي 40% من الاسهم حوالي يعني، باعهم. ودي كانت نهاية فرقة عكاشة المسرحية، كانت بداية التدخل الأجنبي في مصر. وظلت القناة تدار بالأجانب لحد ما عبد الناصر أممها في 56. شوف بقى، من 1875 لسنة 1956 منطقة القناة منطقة أجانب، منطقة محظورة على المصريين. ريع القناة بيدخل للأجانب للأسهم، وهو الأكتر اللي اشترى الأسهم ده، الأسهم دي ده إسرائيلي رئيس وزراء بريطانيا، أو اللي بقى رئيس وزراء بريطانيا، هو يعني أشد رؤساء الوزراء بالإنجليز في التاريخ. ويقال أنه بنك روتشايلد اليهودي دخل في الموضوع وخد أسهم. المهم أنه نفس اللي حصل بالضبط، المعلم الخديوي اسماعيل فتحها على البحري، وانشاءات وعاصمه اداريه وإشي وإشي وقصور واعمل وطرق وكباري، وهوب لقى نفسه مديون. فجاء على الاراضي الزراعيه شويه، هوب القطن اتضرب، وطبعا عليه ديون. فواحد قال له يا عم انت عليك ديون في ايه؟ زي كده بالظبط، انت عليك ديون في ايه؟ انت عندك الاسهم دي هتجيب لك فلوس كويسه جدا والضرايب وتشيل من عليك الديون، طب اعمل ايه؟ راح باع 40% من الاسهم وتم احتلال القناة. شوف بقى، من ألف من نوفمبر 1875 لحد 1956 كم سنة يا عم علي؟ التاريخ بعيد نفسه يا حضرات. القناة الشركة دي دلوقتي هتدخل في البورصة، هيشتريها، هيشتري الأسهم ناس ما نعرفهمش، ما تعرفهمش، مش من حقك تعرف، دي أسهم مطروحة في بورصة، والناس دي هتستولي على الشركة. وهكذا بيعيد التاريخ نفسه، سواء القريب اللي ادعوه على الرئيس مرسي ان هو باع القناة او بيمهد لبيع القناة، هم اللي باعوه دلوقتي، والاصوات نفسها ساكتة بتحش بقها خلاص، لا الوفد بيتكلم ولا البلد بتتكلم ولا حزب التجمع بيتكلم ولا الفريق شفيق بيتكلم، وهوب خلاص. والتاريخ القديم اللي هو اللي انتهى بان عبد الناصر تاميم الشركة قناة السويس شركة مساهمة مصرية، اموالنا وحقوقنا ردت الينا، سنبني السد العالي. السد العالي، السد العالي بقى شرابة خرج وبقالوش اي 30 لازمة دلوقتي ولا له دور بيعمل اي حاجة يعني خالص. ادي مشروع عبد الناصر المهم، وادي القناة اللي رجعها عبد الناصر السيسي رجعها للاجانب مرة تانية. القناة اللي شافت دماء آبائنا وأعمامنا وأجدادنا
في حروب كتيرة جدا. القناة اللي حفرت بدماء أجدادنا، القناة اللي لما عبرناها في 73 حتى النهاردة مصطلح العبور لحد النهاردة بيمثل حاجة كبيرة جدا. القناة اللي أغلقت خمس سنين أو ست سنين من 67 لسنة 1975، ما فيش كم سنة، النهاردة راحت للأجانب، ردت إليهم مرة أخرى. يبدو أن عمرو أديب بتجيله معلومات مهمة لما قال لابد من أن احنا نبيع حاجة بلوك كبير كده يجيب لنا فلوس كتير مرة واحدة. السؤال الثاني بقى لبعض المرضى اللي هيقول لك يا عم ما تعتقونا من التاريخ اللي انتوا فاكرينه وحافظينه ده، ما تعتقونا بقى، احنا هناخد ال 200 مليار اهيف ونصرف ونشبعش بشباقة. مين اللي قال لك انت الديون اللي عليك بالظبط فوق ال 157 مليار تقريبا، هنجيلها بعد شويه. فوائد الديون دي قصه تانية حلوه قوي. يعني انت ال 200 مليار اللي بترسم ده، اذا جبت 200 مليار بالمناسبه، يعني اللي بترسم عليهم دول لن يتبقى ليك غير 30 او 20 مليار، هتعمل بيهم ايه؟ ولا حاجه. واوعى تفتكر انك انت هتعمل زي عبد الناصر مره تانيه وديليسيبس، وهتقف في ميدان المنشيه ولا مش عارف ميدان هيئه التحرير وتقول قررنا نحن جعل شركة قناة السويس شركة مساهمة مصرية. مش تحسب، انسى القصة دي. هذا يوم حزين على مصر بصراحة. اللي بعده، الحقيقة انه موتي وسمي الواسطة. السيسي له 17 اخ مش 13 بالمناسبة، يعني وخدوا مني الكلام ده بثقة، له 17 أخ من أم ومن أم، يعني من اتنين ستات، يعني أبوه اتجوز اتنين ستات، خلف من الاتنين 17 أخ، منهم أخ اسمه أحمد السيسي. جات لنا رسالة من حد جارهم من الجمالية، ماشي، ويعرفهم أبا عن جد ويعرف أبوه. الأخ ده بيقول لنا إنه عبد الفتاح السيسي له أخ اسمه أحمد السيسي اللي ماسك وحدة غسيل الأموال في البنك المركزي المصري. بعد ما السيسي أخوه ده كان في قطر، وكان يقال إنه هيجي يعينوه وزير عدل، ويقال إنه هو هيعينوه حاجات كتير جدا، لكن أخوه ده اتمدله القانون، اتمدله في القانون. السيسي فصل له قانون مخصوص ومدله كمان فيه. الرسالة الحقيقة جات لنا بتتكلم عن حماية أحمد السيسي لتجار الذهب والصرافة في مصر. عشان تعرفوا أن مصر عايشة على بحر فساد، ويوما ما هنبقى، لأن الراجل ده بعت لي حاجات تانية عن أسرة السيسي بقى، كيف انتشرت هذه الأسرة في بر مصر المحروسة، وبقى اللي كان عنده عربية زيتي بقى عنده أسور دلوقتي من إخواته ومن أهله. بس خلينا نسمع جزء من الرسالة دي كده، معرفش إيه الفيديو بتاع الجزء ده، نسمع كده. نسمع واحد تاني بعت لنا من الصاغة برضو بيحكي عن مين المستفيد، وظهر في القصة أحمد السيسي أخو عبد الفتاح السيسي، وظهرت علاقته بيهم. فرج بيقول يا أستاذ محمد، في تجار كبار في الذهب ليهم علاقة بأحمد السيسي ومحميين فيه، وده بيحميهم من المثول أمام الكسب غير مشروع لمسألتهم عن الأطنان وكميات الذهب الكبيرة اللي عندهم. الذهب تضاعف عندهم بعد ارتفاع سعر الذهب، وفي تجار اتمسكوا من بيوتهم ولفقوا لهم قضايا تهريب، واخرهم تاجر لبناني كبير الاسبوع اللي فات هاجموه اخدوا منه ذهب والماس ولبسوه قضيه تهريب.
التاجر ده بقى اللي بقول لكم عليه هو ده اللي بلغوا عنه زمايله. ده كانت الرسالة. حد بقى سمع الكلام ده وقال لنا ايوا فعلا، بس مش كده. حكى لنا حكاية واحد اسمه معتز غانم وعلاقته بأحمد السيسي. خلونا نقرأ الرسالة دي عشان تعرفوا أحمد السيسي إزاي ضبع في بر مصر. تبقى للرسالة، الرسالة هي حسن من القاهرة. أستاذ محمد، في واحد اسمه معتز غانم من تجار العملات والذهب، عايز أقول لك إن الرجل ده اتحبس مرتين، المرة الأولى أكتر من التانية. المرة الأولى كانت في القضية بتاعت الفوركس اللي كانت متهمة فيها بنت حمدين صباحي، وخد 4 في 45 يوم، وبعد كده نزل تاني وأخد 45 غيرهم. حد فاكر قضية بنت حمدين صباحي بتاعت الفوركس دي؟ كان فيها معاها مذيع تاني وكانوا بيتاجر لعبة كده بيلعبوها في تنمية الأموال زي المستريحين، بس حاجة تانية. أحمد معتز غانم ده كان فيها واتحبس فيها بقرار نائب عام. هتيجي تقول لي ايه دليلك؟ هجيب لك دلوقتي الدليل من قرار النائب العام، بس اصبر كده، خد اتك على الصبر تاخد شغل كويس. هو الراجل اللي بعت لي مش انا، ما دورناش احنا، دورنا على بعت لي الفيديوهات والصور والكلام النائب العام. معتز غانم اتحبس في القضيه بتاعت فوركس اللي كانت متهمه فيها بنت حمدين صباحي، وخد 4 في 45، وبعد كده نزل تاني واخد 45 غيرهم. راحوا في الموضوع ده لمصطفى نصار، ده كان برضو اكبر تاجر ذهب وعمله في مصر، راحوا له عشان يخلصوا الموضوع. الموضوع وصل للقضاء وتحدد له جلسه استئناف على قرار حبس من النيابه، ودفع 1,000,000 جنيه وخرج برشوة للقاضي مش كفالة. ده معتز غانم، دي أول قضية، قضية الفوركس بتاعت بنت معتز بنت حمدين صباحي. القضية الثانية في 2012، ودي كانت مسك فيها 2 من صبيانه، صبيان معتز غانم، واتمسكوا ومعهم 3 مليون دولار، وطلعوا بالليل مع وائل إبراشي في برنامج الحقيقة، والصبيان قالوا الفلوس مش بتاعتنا، دي بتاعت الحاج معتز غانم. القضية دي بقى كانت سبب معرفة معتز غانم بأحمد السيسي، اتعرف عليه وبقوا صحاب، ومعتز غانم فرش لأحمد السيسي فيليته. أحمد السيسي اللي كان قاعد في عمارة أبوه في الحي الخامس، الحي في مدينة نصر يعني، اتعمل بقى عنده فيلا، فرشها له أحمد معتز غانم في التجمع، وفرشها على حسابه، وبقوا صحاب جداً وبيتحركوا عائليا مع بعض، وبيروحوا وبيسافروا ويعملوا عمره وحج على طول مع اشرف شيحه. اشرف شيحه ده بقى صاحب عمرو اديب من 30 سنه، وده ضبع الضباع الاسود تنين رحلات العمره والحج، ده انتيم عمرو اديب وتنين شركات السياحه الدينيه. هو هو احمد السيسي ومعتز غانم واشرف شيحه بقى مصحاب عائليا كمان، واللي هو ايهاب الفار اللي كان ماسك الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه، لغايه ما دخلوا في شراكه في انشاء جامعه خاصه، صلاه النبي احلى، وخدوا شقه خاصه في عمارات شيراتون المطار، وعملوا مكتب اداري في الدور الاول، وجابوا موافقه من وزاره التعليم العالي. السؤال ازاي بقى؟ السؤال ازاي واحد مسجل في وزارة الداخلية كتاجر عملة يبقى عنده جامعة خاصة او شريك في جامعة خاصة؟ وايه اللي بيجمع هذا الرجل المسجل تاجر عملة بقرار نيابة، اللي يجمعه باخو السيسي اللي من الجمالية؟ ايه اللي يجمع؟ ما هو معتز غانم ده من حلوان، ايه اللي يجمعه على احمد السيسي اللي متربي في الجمالية؟ كويس جدا. وفي قضايا اتمسك فيها معتز غانم فكان احمد السيسي في ظهره وبيحميه، الموضوع كبر لدرجه انه غانم معتز غانم افتتح جامعه في العاصمه الاداريه اللي المتر فيها ب 20,000 جنيه، وانه اخو السيسي المستشار احمد بيه السيسي حضر الافتتاح. هتشوف ده كله بعينك دلوقتي، اصبر
تكع الصبر. ده رجل أعمال هو بيقول لي يعني رجل أعمال فريد خميس لما فتح جامعة في جامعة بريطانيا دفع ملايين. السؤال بقى صاحب محل صرافة اللي هو معتز غانم منين يجيب فلوس لجامعة في العاصمة الإدارية اللي متر الأرض فيها 20,000 جنيه؟ وأنا بقول لك يا أستاذ محمد إن في مساهمين في الجامعة من ضمنهم واحد اسمه صالح البلاع، ده تاجر ذهب كبير قوي بقى. أوكي، هو شاب حوالي 40 سنة، والده يبقى سيد البلاع اللي كان معتز شغال عندهم. معتز غانم كان شغال عند سيد البلاع أبو صالح البلاع، دول تجار الذهب الحيتان اللي بيلعبوا في الذهب دلوقتي. سيد مات، صالح شغال بقى، ماشي، كان شغال عندهم معتز. وهو كمان صالح البلاع كان عليه قضية تهريب أموال نقد أجنبي واتحكم فيها ب15 سنة. تكع الصبر. معتز غانم هو اللي ساعد صالح البلاع بمساعدة المستشار أحمد السيسي مقابل 50 مليون دولار، والمصحف شعرك هيشيب من اللي هتسمعه. شبكة من الفساد، 5 مليون دولار مقابل 5 مليون دولار. شعرك أحمد السيسي، صالح البلاع اتمسك في قضية، قضية تهريب عملة. هو كان معتز غانم بيشتغل عندهم في المحل أيام أبوه يعني، وبقى صالح بقى معتز غانم بقى حاجة كبيرة دلوقتي، وأصحاب هو وصالح. صالح يتمسك، معتز يكلم أحمد السيسي يعدي القضية بتاعة صالح البلاع وياخد 5 مليون دولار. العجيب يا أستاذ محمد إن معتز بدأ الشغلانة العملة دي لما كان شغال في بنك مصر الدولي من 20 سنة في المهندسين. كان بيقابل تاجر يسلمه مبالغ وصلت لعشرة مليون جنيه في اليوم الواحد الصبح، هو كان ماسك الخزنة، ياخد الفلوس ويدورها برة ويرجعها قبل الخزنة ما تقفل، ويعملوا منها فلوس وياخدوا منها ربح مع تاجر عملة لحد ما تقفش وفصلوا من البنك بعد كده. طيب يا عم اللي بعت الرسالة، احنا محتاجين أدلة، محتاجين نتأكد مين معتز غانم ده وإيه علاقته بالتعليم يفتح جامعة ليه. فدورنا احنا لقينا صور معتز غانم. الأستاذ أقدم لكم الأخ معتز غانم تاجر العملة، ماشي. وإحنا بندور لقينا بيانات الصرافة بتاعته وهي باسم الغانم للصرافة. خش يا معلم. الغانم للصرافة 5 شارع المرغني مصر الجديدة القاهرة. من المدير العام ورئيس مجلس إدارة معتز السيد غانم. مواعيد العمل من 9 ل 11 وطول الأسبوع. شركة الغانم للصرافة. إيه بقى علاقة الرجل ده بالتعليم وقصة الجامعة؟ بص يا سيدي، في سنة 2019 وزير التعليم خالد بيه عبد الغفار افتتح الجامعة، أو افتتح جامعة أهو. عبد الغفار يفتتح فرع جامعة هيرتفوردشاير بالعاصمة الإدارية وفيد بوعدي للرئيس الوزير ما تحقق يفوق ما تم في 100 سنة ماضية. الكلام ده في ديسمبر 2019، من 3 سنين. اطلع بالصور. هنا بقى الصور. مين الناس دي يا ولا؟ مين الناس الكبر دول؟ مين الناس الكمل دول؟ هتعرفهم. افتتاح جامعة هيرتفوردشاير بالعاصمة الإدارية، بريطانية بقى. وقتها الحاج خالد عبد الغفار ده لعب دور لا ينسى، لعب تنس طاولة في افتتاح الجامعة، وكان وراه معتز غانم بيسقف له. نتفرج على الفيديو ده كده. بص، معتز غانم عايز يجيب كورة. الحاج معتز غانم قال لك الحلم اتحقق بدعم السيسي. ده الكلام ده في نفس الشهر في 2019. غانم هيرتفوردشاير حلم تحقق بدعم السيسي، صلاة النبي أحسن. ايه بقى مصاريف جامعة هيرتفوردشاير دي في العاصمة الإدارية الجديدة؟ نشوف، نطلع كله بالورق، كله بالورق. أسعار المصاريف العاصمة الإدارية الجديدة 2013، أسعار ومصاريف العاصمة الإدارية تعد جامعة هيرتفوردشاير واحدة من أعرق الجامعات البريطانية التي قامت بتأسيس فرع لها بالعاصمة الإدارية الجديدة بمصر سنة 2020.
بالتعاون مع مؤسسة جلوبال لخدمة التعليم في مصر، وذلك ضمن مش عارف ايه كلام من ده يعني. تفتتح كذا كذا، اديني بقى المصاريف، التخصصات بقى طب بشري، طب أسنان، صيدلة، كل حاجة في الدنيا. المصاريف يا معلم، الطب البشري ب 210 ألف جنيه مصري، يا رخص التراب والله. الصيدلة ب 190 ألف جنيه للدراسة التخصص البي أس سي، و 210 ألف جنيه لدراسة التخصص مش عارف إيه. الهندسة 195 ألف جنيه سنويا. الحاسب الآلي 190 ألف. الفنون والاتصال والحاجات 180 ألف. الفنون الإبداعية والتطبيقية 190 ألف. طيب ايه بقى؟ ماشي يا عم، بس هدي اعصابك، انا عارفك بتزقني وتقول لي فين اخو السيسي في الموضوع، وانا هغشك هقول لك حاجه. مش هي انت مش شفت صور الافتتاح؟ شفتها؟ اخو السيسي كان في الافتتاح. هتعرف ازاي؟ هاخدك من ايدك واعرفك دلوقتي بصوره المستشار احمد السيسي. نشوف الافتتاح كده اهو، بيفتتحوا الاخ خالد عبد الغفار بيفتتح الجامعة هيرتفورد شاير. طيب اعرضني بقى. شايف بقى اهو، ادي معتز غانم قاعد في كتف على طول خالد الغفار، وادي المستشار احمد خليل السيسي قاعد جنب المدام رئيس وحدة مكافحة غسيل الاموال وتهريب الارهاب وتمويل الارهاب. اهو ده المستشار احمد السيسي يا حضرات، اللي ابنه بقى مستشار دلوقتي. ما هو ابن الراجل ده دلوقتي بقى ماسك حاجه كبيره برضه في القضاء طبعا. امال ايه في القضاء والقدر؟ اهم اهو يا عم من زاويه تانية، ولا تزعل نفسك. احمد غانم تاجر العمله اللي عليه قضايا جنب خالد غفار، جنب الست بتاع الجامعه، جنب المستشار احمد السيسي. حرمتك انا من حاجه؟ مش بس كده، ده قد تكون الصوره دي فوتوشوب. ده احنا هنجيب لك الفيديو اللي عرضته القناه من 3 سنين، هتلاقوا احمد السيسي قاعد جنب الوزير لازم. العب الفيديو كده علي. افتتاح الجامعة يأتي في إطار خطة تنفيذية لعام 2019. العبها تاني كده معلش علي. اهو العب تاني كده. 2019 اهو، بس وقف. لا ثبت قبل الراجل اللي على البوديوم يا راجل. اهو غشيتك انا في حاجة؟ ادي احمد السيسي وعلاقته بمين؟ بمعتز غانم. نيجي بقى، معتز كان شغال عند مين؟ عند سيد البلاع اللي هو من كبار تجار الذهب والعمله في مصر. سيد البلاع مات، عنده ابنه بقى، ابنه صالح البلاع، ابنه بقى اللي جاء اسمه في الرساله دي، واللي احمد السيسي بيحميه لقينا اسمه في مستند من نيابه امن الدوله في قضية تهريب نقد أجنبي سنة 2017. في صفحة من البلاغ ده بيتذكر اسم صالح البلاع كمتهم خامس في القضية. هتقول لي الكلام ده منين؟ اهو يا معلم، نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم كذا لسنة 17، جنايات النزهة والمقيدة برقم كل شرق القاهرة إلى آخره. الشاهد الاول ايه؟ اوصل بقى في صفحه مش عارف 2000 وكام، المتهم رقم 5. اطلع بقى هات لي الصفحه، اطلع تفضل تطلع بقى شاهد اول وشاهد تاني وشاهد رابع وملف اول. بس هنا بقى الشاهده دي بتقول ايه بقى؟ الروضه الاسترافه التي يملكها المتهم الخامس صالح سيد صالح وشهرته صالح سيد البلاع مبالغ مالية تراوحت بين ال 200 إلى 300 ألف دولار، أضيفت إلى مبالغ التهريب مع علم الأخير اللي هو صالح البلاع بوسيلته، بحيث أن المبلغ الذي تولى تهريبه إلى دولة الصين بشكل دوري تراوح بين ال 300 ألف إلى ال 550 ألف دولار أمريكي بإجمالي مبلغ لا يقل عن 2,400,000 دولار أمريكي. ده صالح البلاع صاحب معتز غانم. معتز غانم اللي كان بيشتغل في البنك مصر الدولي في المهندسين، اللي كان بيلعب في العملة وهو موظف، يدورها الصبح في السوق
ويلحق يحطها في الخزنة قبل ما تقفل. وهوب اشتغل بعد كده عند سيد البلاع. مات سيد البلاع بقى هو وصالح اصحاب. كبر معتز غانم دلوقتي اللي اتمسك في قضية الفاركس او الفاركس بتاعت بنت حمدان صباحي، القضية اللي راح فيها مطرب وقتها مشهور اللي هو الشاب اللي طلع ده عم. اشتغل بعد كده عند سيد البلاع. مات سيد البلاع بقى هو وصالح اصحاب. كبر معتز غانم دلوقتي اللي اتمسك في قضية الفاركس او الفاركس بتاعت بنت حمدان صباحي، القضية اللي راح فيها مطرب وقتها مشهور اللي هو الشاب اللي طلع ده عمل ألبوم ونجح نجاح ساحق، مش فاكر اسمه، مطرب كده كان طلع فجأة وعمل، وبنت حمدان صباحي كانوا لعبوا في اللعبة دي واتمسكوا، والراجل ده خد كذا في كذا. المهم بقى ما شاء الله دلوقتي صاحب جامعة او صاحب فرع جامعة هارتفورد شاير في مصر. فين؟ في العاصمة الجديدة اللي المتر فيها بعشرين ألف. السؤال بقى اللي سأله باعت الرسالة بيسأل، بيقول واحد اهو إخلاء سبيل ابنة حمدان صباحي بكفالة في قضية نصب الخميس 10-16 مايو. يا سلام عليك يا ولا، يا سلام. إخلاء سبيل سلمى حمدان صباحي ابنة المعارض المصري الشهير بكفالة قدرها 200 ألف جنيه في قضية نصب عبر الإنترنت وكذا كذا وتلاقي. وأكدت سلمى في أقوالها أنها انضمت للشركة عن طريق الفنان حاتم فهمي. أيوه، عمل ألبوم ونجح بعدما ألح عليها حاتم فهمي. الولد ده عمل ألبوم ونجح كده واتمسك في القضية دي ما ظهرش تاني. أوكي؟ السؤال بقى صاحب الرسالة بيسأله، بيقول واحد زي أخو السيسي ماسك وحدة مكافحة غسيل أموال في البنك المركزي، إيه علاقته بصالح البلاع؟ أو إيه علاقته بمعتز غانم؟ ده المفروض ترى الراجل ده علاقاته تبقى بالناس دي من بعيد. ده واحد ماسك وحدة مكافحة غسيل أموال، إيه علاقته بالناس دي؟ إحنا كل عايزينه لله دي إن حد يطلع يكلمنا ويقول لنا ليه؟ ليه عبد الفتاح السيسي طلع تشريع جديد لأخوه أحمد السيسي إنه يمد بلا نهاية، اللي كان في أغسطس تعديل تشريعي قد يسمح بتمديد رئاسة شقيق السيسي لغسيل أموال وتمويل الإرهاب بلا نهاية؟ ليه؟ ليه حضرات؟ ليه والراجل لديه علاقات مشبوهة؟ أحمد السيسي لديه علاقات مشبوهة. دي كانت الرسالة. شو تعرفوا ان احنا عايشين او مصر اهو تعديل يسمح ببقاء السيسي شقيق السيسي في منصب بلا نهاية. احنا عايشين يا حضرات على بركان من الفساد، وطول ما احنا موجودين والقناة دي موجودة وبتوصلنا الرسائل دي هنزعها، واللي بيبعت رسائل بيبعت معاها أدلة. واحنا النهاردة عرضنا بس جزء من أسرة السيسي وتتوالى الأجزاء اللي بعده. الدولار يقترب من 40 جنيه. الكل دلوقتي في مصر مترقب للقرار المنتظر من البنك المركزي اللي هو يوم الخميس اللي جاي، واللي متوقع يعمل تخفيض جديد للجنيه قدام الدولار طبعا، زي ما اشترط صندوق النقد عشان يدي لمصر 3 مليون دولار على مدار سنوات، 3 مليار قصدي. لكن يا ترى، يا هل ترى قارئة الفنجان بتقول لنا يا ترى السعر هيبقى كام؟ ده اللي بيطرحوه الخبراء، سعر الفايدة وسعر الجنيه. موقع CNN بالعربي استطلع آراء قارئات فنجان كتير قوي اللي هم الخبراء، استطلع آراءهم في الموضوع ده. ما توقعات الخبراء بشأن سعر الفائدة والجنيه بعد الموافقة على قرض الصندوق؟ يا ترى قالوا ايه بقى؟ قالوا كلام كتير جدا. اطلع يا علي بيها لو عايز تطلع، يعني اطلع شد حيلك. قالوا انه هيبقى يخفض المدينة كذا، واتفق ابو الفتوح مع توقعات ايا زهير بألا تقل نسبة خفض سعر الجنيه امام الدولار عن 14% للقضاء على السوق الموازي وتشجيع المستثمرين الاجانب. وقال لك انه خلال الشهور ليتراوح بين 24 مش عارف ايه لحين تسلم مصر، يعني هم الناس بيقولوا انه هيخفضوه 14%. وكالة رويترز
وسي ان بي سي نقلت عن مصادر في السوق الصرف ان سعر الدولار قدام سعر الجنيه قدام الدولار في مصر هيقرب من 40 جنيه. مش انا خالص والله. ناخد اهو ادي الموقع اهو اقل من قيمته بفعل الشائعات المدمره وتوقعات برفع الفائده وتعويم ثالث. اطلع بالتفاصيل يا علي بعد اذنك عشان نجري ونخلصها. يذكر ان السعر الرسمي للجنيه في البنوك 24.7، بينما ذكرت وكاله رويترز وسي ان بي سي وفقا لمصادر في سوق الصرف ان سعر الدولار في السوق الموازي اقترب من 40 جنيه للدولار. هم اللي بيقولوا مش انا. وبعد ما تخطى سعر الدولار في السوق السوداء 35 جنيه، المفكر الاقتصادي او الاستاذ الاقتصادي هاني توفيق علق تعليق ساخر جدا على الموضوع ده وكتب الكلام ده. قال حدث حرفيا مع تاجر عمله كنتيجه حتميه لمصطلحات الخبراء التلفزيونيه المجعلصه، بس يا معلم سعر الدولار مش عادل، خلاص روح اشتري من عند عادل. الموضوع مأساوي فعلا. وقعة تانية غير دي ان واحد راح البنك قال لهم انا مسافر وعايز 10,000 دولار او حاجة 1,000 دولار. قال له بص تطلع تنزل مالكش عندنا غير 200 دولار بس. هيعمل بيهم ايه بره؟ اهو هو اللي كتب. صباح الخير، رحت البنك اجيب على الدولار عشان مسافر، خلوا صرف الدولار للمسافر 200 دولار بدل من 1000، يومكم سعيد. تخيل اللي مسافر بره 4-5-6 ايام 200 دولار بس، طب عيش ازاي؟ بس شوف بقى يا مؤمن الدنيا كلها بتقول في تعويم ثالث على الابواب خلال ايام، لكن اعلام سيسي بيقول حاجه ثانيه خالص، بيقول لك اطمن يا مواطن انت مالكش بيه، مالكش بيه تعويم الجنيه ده خالص. النهارده موقع سادة البلد في استكمال للتزوير بيقول مفيش تعويم ثالث، مفاجاه في سعر الدولار مقابل الجنيه الان بالبنوك. انبهار انبهار. الانهيار اللي حصل للجنيه في تعويم شهر نوفمبر 2016 كان له اسباب كتيره جدا. الدكتور اسامه عزت اسماعيل الناشط السياسي الحقيقه كتبها في بوست واحنا لخصناها في الجراف ده، جراف يبين اسباب هزيمه الجنيه قدام الدولار. قال لك اسباب الهزيمه زياده شهيه الحكومه للاقتراض الخارجي بوتيره لم نشهدها في التاريخ. ما تقوليش بقى اوكرانيا وروسيا والحاجات دي. عدم حدوث طفرة إنتاجية صناعية وتقلص إيراد السياحة. عدم خضوع أوجه الصرف لدراسات جدوى معلنة قبل النقاش والتحليل والرقابة. التوسع في أعطاء الأعمال ذات التكلفة المليارية بالأمر المباشر من غير أي حاجة. عزوف القطاع الخاص عن زيارة الاستثمار لعدم تكافؤ الفرص أمام القطاع العام الحكومي. عدم ضبط الاستثمارات الممولة من الخزانة أو الديون دون الضغط على المستهلكين. اعتماد السياسة النقدية على الأموال الساخنة المستثمرة في أذون الخزانة. ارتفاع المطلوبات الدولارية لسداد فوائد الديون وأقساطها دون زيادة العوائد. ده اللي لخصه الأخ الأستاذ الدكتور عزت إسماعيل عن ليه سبب المشكلة الدولار في مصر حصلت إزاي للأسباب دي. السيسي وحكومته بيدوروا في دفاترهم القديمة على حلول للأزمة الاقتصادية، وطبعا ما فيش أسهل من حل البيع. وفي منافسة حالية حصل دلوقتي ما بين الصناديق السعودي والإماراتية والقطرية للاستحواذ على الأصول المالية والبنوك المصرية، آخرها بنك القاهرة والمصرف المتحد. زي بيقول الخبر ده، الخبر بيقول اهو صراع خليجي على أصول، أيوة طبعا على أصول الأموال أو الحاجات المصرية والشركات المصرية. أنا بس بدور على حاجة كانت تهمني جدا والله بس مش لاقيها، هلاقيها دلوقتي، كارثة. المهم اني في حاصل مشكلة على الاصول دي والناس عايزة تشتريها، ماذا يجري بالقطاع المصرفي. وزي ما اتكلمنا امبارح ان السيسي ما فيش قدامه غير جيوب المواطنين عشان يفك الازمة بتاعته او يفك زنقته، راح مسلط الحكومة انها تقدم مشروع قانون لتعديل قانون الاجراءات الضريبية، وللأول مرة تلاقي فيه معارضة كبيرة ليه سواء داخل البرلمان أو خارجه، بس داخل البرلمان، بسبب موضوع سرية الحسابات البنكية، إن من حق جهات معينة تطلع على الحسابات البنكية.
خلينا أوريكم بعض من كلمات النواب في جلسة امبارح للاعتراض على القانون اللي هيمس سرية حسابات المواطنين. اسمع كده بقى. هي متى تعترف الحكومة بالخطأ؟ متى تقف الحكومة أمام الشعب المصري في أي ملف كبير أو صغير تقول والله أنا أخطأت التقدير وبعتذر للمصريين عما اتخذ من قرارات لأنها ترتب عليها نتائج أي مكان هي كلام أهو ونحط عناوين تبادل المعلومات وإحنا عندنا المادة 78 فقرة أولى وده ما بيمس سرية الحسابات ولكن إن الشعب المصري يقلق ما يقلق ويعني هيعمل إيه قلقه يعني لكن الشعب المصري لما يقلق لازم الدولة بأكملها تنتصر لقلقه حتى لو كان قلقه في غير محله لأن ده مرتبط بأوضاع اقتصادية أصلا متدنية كل ده تمثيل وضحك على الدون ومش هيحصل حاجة. انت تعرف انا عملت بحث على بنك القاهرة اللي هم يبيعوه ده. تعرف بنك القاهرة ده 220 فرع في مصر. بنك القاهرة في مصر 220 فرع. تعرف ان بيتعامل معاه 2 مليون عميل. تعرف ان حجم اصوله 150 مليار جنيه. تعرف انه ده واحد من اقدم خمس بنوك مصرية اتأسست سنة 1952 وانه ساهم في تمويل محصول القطن بعد ما امتنعت البنوك الاوروبية عن تمويل محصول القطن سنة 56. ده تاريخ بنك القناة بنك القاهرة اللي هو النهاردة هيتباع. انت متخيل مصرف متحد هو جابه من عندك ويكيبيديا بس انا ما بطمنش الويكيبيديا ابدا يعني تخيل. وفي الاخر وافقوا اهو النواب يوافق نهائيا على تعديل الاجراءات الضريبية وسط هجوم برلماني على الحكومة بسبب سرية الحسابات. خلاص يا معلم على رأي حسن الاسمر زمان زمان قوي في الثمانينات كان عنده شريط قبل ما يسموا الشريط ألبوم كانوا زمان نقول عليه شريط مش ألبوم كان عنده شريط كان بيغني فيه أغنية حلوة قوي بتقول تمثيلية تمثيلية الحب عندك عندك تمثيلية جم حبايبك ولا راحوا هي هي. الله يرحمك يا حسن يا أسمر. نطلع فاصل. أهلا بكم في آخر فقرة في حلقة اللادي وهي تونس. في تونس المشهد أصبح كوميدي جدا. الرئيس التونسي سعيد قيس سعيد عمل انتخابات وهيصة وزنبليطة في الصالون ولكن الشعب التونسي كان له كلمة أخرى. الشعب التونسي يا حضرات قرر إنه ما يحضرش والمشهد ما كانش ناقص إلا أنه يتحط عليه العنوان ده 11% نسبة إقبال التوانسة على الانتخابات. تخيل 11 مش أنا اللي بقول ده هنعرضها بعد شوية اللي بيقول وكالة الأنباء الفرنسية أو يعني فرنسا 24 نسبة الإقبال مهزلة مهزلة 11% تقريبا. تخيل انتخابات رئاسية ده ولا انتخابات البلدية نسبة إقبال هي الأضعف في التاريخ
ده اللي حصل في الانتخابات التشريعية في تونس اللي دعا عليها الرئيس التونسي قيس سعيد بعد إجراءات استثنائية اتخذها في يوليو 21 سبقها طبعا حل مجلس القضاء الأعلى بتاعه والبرلمان التونسي وأصدر تشريعات بمراسيم رئاسية كتير قوي وأقر دستور جديد. لكن الانتخابات الأخيرة كشفت عن مدى الرفض الشعبي لسعيد وقراراته وربما ليه هو شخصيا. في نفس الوقت الحقيقة خرجت الأحزاب التونسية بتستغل الفرصة التاريخية عشان تطالب قيس سعيد بالتنحي. حول تفاصيل هذا المشهد وتداعيات المشهد السياسي التونسي بيشرفنا يكون معنا الحقيقة في اللقاء ده النائب عن ائتلاف الكرامة بالبرلمان التونسي سابقا الأستاذ زياد الهاشمي. أستاذ زياد أهلا بيك. أهلا بيك أستاذ ناصر وبالسادة المشاهدين جماعة. ومعي أيضا دكتور بالحسن اليحياوي الكاتب والمحلل السياسي التونسي. دكتور بالحسن أهلا بحضرتك. مساء النور. أهلا. قبل النقاش خلونا نشوف مش إحنا بس اللي بنقول ده فرنسا 24 وأيضا في الفيديو جراف ده نسبة إقبال هي الأضعف في التاريخ التونسي في انتخابات التونسية بلا ناخبين ولا أحزاب والأحزاب كمان بتطالب قيس سعيد بالرحيل. نشوف كده. ده كان انفوجراف او فيديو جراف عن اللي قيل. خلينا ابدا بالدكتور بالحسن اليحياوي. دكتور هل صحيح الاقبال على الانتخابات في تونس ضعيف كما يقال او كما نشر؟ بمعنى اذا كنت تتحدث عن هذه الانتخابات نعم نسبه الاقبال التي شاهدناها هي نسبه كارثيه يعني 11 تقريبا بالمئة نعم نسبة ضعيفة جدا وهي تعكس طبعا موقف أو مزاج التونسيين المزاج الانتخابي والمزاج المجتمعي. أن التونسيون إلى حد هذه اللحظة لم يستعيدوا الثقة في النخبة السياسية في صانع القرار السياسي. أن أولويات التونسيين هي اجتماعية واقتصادية وليست أولويات سياسية. أن أيضا سوء اختيار تاريخ تنظيم هذه الانتخابات كان واحد من أهم الأسباب. أيضا أنه وللأسف المواطن التونسي لم يتشبع بعد بقيم المواطنة، ذلك أن المشاركة في الانتخابات هو واجب وهو حق، وبالتالي يمكن حتى للرافضين لهذا المسار أن يذهبوا إلى مراكز الاقتراع لأن هذا السلوك هو سلوك مواطني ديمقراطي ويضعوا أوراقا بيضاء يعني هكذا. لكن دكتور بالحسن حضرتك عددت كل الأسباب، معرفش يمكن ما سمعتش، لم تأتي على ذكر أن هذا الاستفتاء أو هذه النسبة هي استفتاء على قيس سعيد نفسه. أبدا الأمر ليس كذلك أبدا. كانت دائما السمة الأساسية في كل مناسبة انتخابية هي عزوف الناس عن الذهاب إلى صناديق الاقتراع. بالنسبة دي بالنسبة أطلع. زي دي يا دكتور بالحسن بهذه النسبة؟ لا 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 أنا أصل إليك وصلت. طيب لماذا لم تأتي على ذكر نحن الآن أمام انتخابات رئاسية فيها الرئيس قيس سعيد، ألا تعد لا ليست انتخابات استفتاء ليست استفتاء هي انتخابات برلمانية لا استفتاء ولا انتخابات رئاسية. السمة الأساسية في كل محطة انتخابية كانت العزوف عن المشاركة والأغلبية الصامتة، كانت هذه التسمية الأغلبية الصامتة، أغلبية التونسيين لا يشاركون في الانتخابات. طبعا ليست بهذه النسبة، هذه النسبة أنا قلت لفظا أنها نسبة كارثية يعني لفظا وليس هناك توصيف أكثر من توصيف الكارثة. طيب وصلت وبرضو خرجت الرئيس قيس سعيد منها خالص. وصلت. خلينا نروح للدكتور للأستاذ زياد. أستاذ زياد يعني برأيك هذه انتخابات أم استفتاء؟ يعني خلينا أبدأ الأول معك أنت بالقصة دي لأن الدكتور بالحسن الحقيقة لخبطني. ما دي انتخابات ولا استفتاء ولا مش ده ولا مش ده؟ ما هذا؟ ما الذي يحدث في تونس؟ بداية أستاذ ناصر يعني دعني أعزي نفسي والشعب التونسي والأمة العربية الإسلامية في فقدان الفقيدة النائبة جميلة الكسيكسي التي توفيت اليوم صباح هذا اليوم في حادث مرور مروع جدا
جميلة الكسيكسي يعني لمن لا يعرفها من الوطن العربي، هي نائبة بالبرلمان عرفت بدماثة أخلاقها، وهي من أروع الناس ما تعرف، وكنت لقبها يعني في البرلمان مازحا مع جميلة الجميلات. عانت الأمرين بعد الانقلاب وآخرهم أنه تم إعادتها من مطار تونس قرطاج بلباس العمرة عندما أرادت الذهاب إلى العمرة منذ أيام قليلة، ولكن قيس سعيد رفض هذا وأعادها من المطار. اليوم تفارقنا جميل الكسيكسي وأختها، نسأل لها المغفرة والقبول الحسن عند الله والصبر والسلوان لعائلتها الصغيرة وعائلتها الموسعة. نأتي على المهزلة التي حدثت ليلة أمس، يعني هي ليست لا انتخابات تشريعية ولا استفتاء ولا سميها ما شئت، هي الاسم اللائق بها هي مهزلة. حتى الحواريين لقيس سعيد قالوا هي تقريبا ما يسمى بمهزلة. تقريبا كنا ما تبدأ معايا أستاذ زياد من الأول انتخاب. ما تبدأ معايا من الأول عشان أنا تلخبطت من الدكتور بالحسن. نحن تشريعية سابقة لأوانها، انتخابات تشريعية سابقة لأوانها بعد الانقلاب على المجلس الشرعي الذي تم غلقه. يعني بالدبار. الآن أنا كمواطن تونسي مفروض كنت روحت مبارح أحط صوتي أختار نواب للبرلمان. للبرلمان. طيب دكتور الحسن بيقول دي مش انتخابات ولا استفتاء. لا حبيبي قلت ليست انتخابات رئاسية. مش انتخابات رئاسية، أنا آسف دكتور الحسن. تمام فهمت، يعني دي انتخابات تشريعية. تمام أوكي. هذه انتخابات تشريعية لقانون انتخابي وضعه قيس سعيد، لدستور وضعه قيس سعيد، لأجندة وضعها قيس سعيد، بهيئة انتخابية وضعها قيس سعيد، بإعلام نصبه قيس سعيد، بجميع آليات قيس سعيد. إذن قيس سعيد هو اللاعب والحكم في هذه. خليني نعطيك معلومة ساعة مهمة جدا، لأنه نسبة 8.8 ما يتم الترويج له البارحة، واليوم فاجئنا كالعادة أنه تم إضافة 500,000 صوت، لا نعرف من أين جاءت، من القمر، من المريخ، كالعادة يعني هيئة الانتخابات دائما تفاجئنا ما بين 500,000 و600,000 صوت دائما يتم إضافتهم بعد حساب الأوراق، يعني منين يجيوا ما نعرفوش. ولكن وهذا المهم جدا، بعض المنظمات البارحة تحدثت على نسبة 2% نسبة المشاركة، وأكثر من هذا منذ لحظات بعض المنظمات الدولية تحدثت على نسبة 2.2%. طب أين كانت النسبة يا أستاذ زياد؟ أين كانت النسبة؟ لا مهمة جدا. طيب مهمة تمام جداً. تمام النسبة 10% 2%. الأستاذ دكتور بالحسن الآن خرج الرئيس التونسي من الموضوع وألقى الكرة في ملعب النخبة التونسية، وأيضا سبب آخر وجده الدكتور بالحسن إن المواطن لم تعد تهمه السياسة في شيء، ولكن يهمه الحياة الطبيعية، إنه يعيش، يلاقي أكل، شرب، شغل. غير صحيح، غير صحيح. الشعب التونسي يمكن كان أذكى وبسنوات ضوئية من النخبة السياسية والنخبة الحاكمة 10 سنوات وتلت يعني حتى 70 عام، بدليل انه جميع يعني الست مراحل الانتخابيه التي من بعد الثوره الان كان تقريبا نسبه ما يمكن يا دكتور لا تقل زياد على 40. ما يمكن يا دكتور، ما يمكن يا استاذ زياد، الدكتور بالحسن عنده حق، وانه الشعب التونسي وجد انه حتى اللي بيختارهم بيصيبوا بالاكتئاب والاحباط، وبالتالي هذه العمليه لم تاتي بخير، جربناها قبل كده ولم تاتي بخير. هو يمكن أنت بقولك منسوب لما تم نشره في هذه انتخابات المهزلة، بعض المرشحين كانوا فعلا مهزلة، وحتى قيس سعيد أشار لهذا في أكثر من مناسبة أنه بعض المترشحين كانوا يعني فولكلور متنقل أو سيرك متنقل، يعني هو بيدو أشار إلى رداءة ونوعية البعض، حتى لا نعمم طبعا البعض المترشحين في انتخاباته يعني كانوا مهزلة حقيقية. ولكن نحن اليوم أمام يعني فضيحة دولية، راه دولية كانت أقل نسبة يعني انتخابات في هايتي 17%، وكان تاني دوليا يعني يتم يعني ضرب المثل بها إن كانت أدنى نسبة مشاركة في العالم وقعت في هايتي 17. اليوم قيس سعيد والهيئة متاعه المنصبة يتحدثوا على 8%،
بينما بعض المنظمات تتحدث على 2.2%. طيب. الصفعة مدوية فقط لقيس سعيد وليس النخبة السياسية. النخبة السياسية لم تشارك ما داخل، ما هو ده سؤالي يا أستاذ زياد، ما داخل أستاذ زياد، ما داخل قيس سعيد بالموضوع؟ يعني احنا بداخلين ننتخب دلوقتي زياد مع حفظ الألقاب، زياد الهاشمي ولا بالحسن؟ أنا ما روحتش، ما داخل قيس سعيد في الموضوع؟ سعيد هو استفتاء ضمني على قيس سعيد، هو صحيح انتخابات لأنه هو صاحب المشروع، لأنه صاحب المقترح، هو قائد سفينة الانقلاب، وهو قال هذا في أكثر من مناسبة، وحتى الحواريين متاعه قالوا في الاستفتاء عن الدستور هو ليس استفتاء عن الدستور، وإنما استفتاء على شعبية قيس سعيد. أيضا ما وقع البارحة والصفحة التي وجهت لقيس سعيد من طرف الشعب التونسي ليست للنواب المجهولين والمتشائمين المجهولين، إنما وجهت مباشرة لقيس سعيد. أنا عندي رد عليك يا دكتور يا أستاذ زياد، بس خلينا نروح للدكتور بالحسن. دكتور بالحسن، ليس الأستاذ زياد لوحده، لكن يعني يبدو أنه الأحزاب اتهمت كلها أو أغلبها اتهمت قيس سعيد بالتسبب في حالة الإحباط التي عيشها التونسيون بسبب الأوضاع الاقتصادية، وحملته الأحزاب مسؤولية ذلك. ما تعليق حضرتك؟ مما لا شك فيه، الرئيس قيس سعيد هو صانع القرار السياسي في تونس، وهو يتحمل مسؤولية كل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وليس هناك أي مبرر مقبول من قبيل تراكمات السنوات الفارطة، امتدادات جائحة كورونا، امتدادات الحرب الأوكرانية الروسية إلى غير ذلك. المسؤول السياسي أو صانع القرار السياسي يقع انتخابه ويقع اختياره لمواجهة الأزمات وليس لمواجهة الأزمنة الرائقة والجميلة، فبالتالي ليس هناك تبرير لهذه الحالة المتردية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. ولكن نقطة قوة الرئيس قيس سعيد الأساسية هي المعارضة البرلمانية. كلما اشتد غضب الناس من أداء حكومة الرئيس قيس سعيد ومن قيس سعيد إلا وتظهر هذه المعارضة البرلمانية في الصورة، ستعيد شعبية الرئيس قيس سعيد إلى ما كانت عليه. لا يجب أن ننسى أنه ما كان لقيس سعيد أن يقوم بحركة 25 من جويلية لولا الغضب الشعبي المتنامي والمتصاعد من برلمان 19 أساساً ومن صانع القرار السياسي في 10 سنوات الأخيرة. للأسف هذه المعارضة، وأقول للأسف طبعا بكل موضوعية، هذه المعارضة كانت تملك فرصتين حقيقيتين لإسقاط مسار 25 من جويلية وقيس سعيد تماما دون أن يكون لأي أحد القدرة على التشكيك في هذا الأمر. المناسبة الأولى كانت فيما يتعلق بالاستفتاء على الدستور. لو كانت لهذه الأحزاب امتدادات شعبية مثل ما يزعمون لدفعوا بقواعدهم للتصويت بلا على الدستور ولسقط الدستور ومن ثم مشروع الرئيس قيس سعيد تماما. وإلا فإن الاتكال على نسبة العزوف ومحاولة الاستثمار فيها هي محاولة فاشلة، لأن العزوف على الانتخاب كان السمة الانتخابية الأبرز. الفرصة الثانية كانت هذه الانتخابات التشريعية مع هذه النسبة المتغذية للمشاركين في الانتخابات. لو كانت طبعا لهذه الأحزاب البرلمانية صدى في الشارع كما تزعم لدفعوا بقواعدهم وبأنصارهم للذهاب وإسقاط هذه الانتخابات ديمقراطيا عبر الأوزاق البيضاء. تصور مثلا أننا اليوم أمام 3 ملايين ناخب، 1.5 مليون قلنا ناخب يصوتون لصالح المترشحين، ثم 1.5 مليون بأوراق بيضاء. حتما لا يمكن لأحد أن يقدم أي دفاعا أو أن يطعن في أن ثمة رأي شعبي حقيقي يرفض كل هذا المسار ويرفض الرئيس قيس سعيد. الآن كما يمكن المعارضة أن تصوت في الانقطاع أو في العزوف عن الانتخابات، يمكن للرئيس قيس سعيد أيضا أن يستثمر في هذا الأمر. أليس السكوت علامة الرضا؟ إذن من لم يذهبوا إلى الانتخابات هم راضون بهذا المسار، ولذلك لم يكلفوا أنفسهم عناء الذهاب إلى صناديق الاقتراع. طيب خلينا نروح للأستاذ زياد. أستاذ زياد، ما ردك؟ كلام منطقي كلام الدكتور بالحسن، أنه كانت فرصة أني وأنتوا أيضا في كل اللي فات كنتوا بتدوا شعبية لقيس سعيد، ولكن كانت دي فرصة أنه الناس تصوت بورقة بيضاء. وبالتالي أنا كان عندي حاجة تانية استكمالا لكلام دكتور بالحسن، ألم تكن هذه فرصة فعلا لاختيار نواب
لتكوين مجلس أو برلمان حقيقي تونسي يستطيع الوقوف ضد قيس سعيد؟ أولاً ساعة كلام ضيفك الكريم المبجل يعني ليس منطقي وإنما فيه مغالطة منطقية، وهذا فرق كبير جداً ما بين المنطقي والمغالطة المنطقية. بداية الأرجيف والأكاذيب التي روجها قيس سعيد والحواريين متاعه والمفسرين أنه أكذوبة أنه 25 جويلية قام على يعني طلب شعبي، هذه أكذوبة، وجميع الفيديوهات ما قبل مرحلة التزمير 10 ليلاً كانت ثلاثة يعني مش ثلاثة في تقريبا في زوز مناطق، فعدد اثنين مناطق داخل العاصمة، عدد اللي خرجوا لم يتجاوز 50 شخص. وأنا كان لي فيديو شهير جدا في اللحظة ذيك، نزلت بالسيارة متاعي إلى باردو، إلى يعني منطقة باردو المحيطة بالبرلمان، وتحككت مع اللي نزلوا لم يتعدى يعني وجودهم 50 شخص. ثم العاشرة ليلا بعد إعلان الانقلاب خرجت يعني بضع المئات في بضع الولايات، كما حدث يوم 13 جانفي عند بن علي، يعني المزمرون هم نفس الطبقة المزمرة لبن علي نفسها خرجت تزمر يعني انها في اللحظات هذيك، واللي هم ذهبوا يعني هباء منبثل معاش موجودين تماما، ودعاهم قيس سعيد من 3.5 سنة من الانقلاب 5 مرات ولم يلبوا له النداء تماما، وكانت هذه يعني إشارات واضحة أن قيس سعيد فقد الشرعية والمشروعية لدى الشارع التونسي. ولكن لماذا قلت لك هذه يعني كذوبة منطقية يعني يتم ترويجها أنه الانقلاب بني على طلب شعبي؟ هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. إنه قيس سعيد للمفارقة للعباد اللي تحدث العشر سنوات الأخيرة، قيس سعيد يحكم منها في الثلث، قيس سعيد 3 سنوات عين 3 حكومات لم يطلب منه ولم يشارك أحد، هو اللي عين الفخفاخ، هو اللي عين حكومة المشيشي، هو اللي عين حكومة لجنة بودن. إذن قيس سعيد 3 سنوات من الحكم الفاشل فقط، أكثر من هذا قيس سعيد له تصريحات يعني من العار. طيب معلش معلش استاذ زياد، عشان ما استاذ زياد لا معلش عشان بس الماضي والوقت قليل، أنا مش الماضي هذا الحاضر، هذا الحاضر. انا بسالك سؤال، مش كانت دي فرصه امام التوانسه لا لتغيير تكوين برلمان قوي وبالتالي الوقوف امام قيس سعيد واجراءاته؟ سيد الكريم عندما تشوف الانتخابات يعني المعطى الرئيس فيها هي الثقه والتفاهمات، عندما تغيب الثقة بين الأطراف السياسية. طيب خلاص يا عم، خلاص يا أستاذ زياد، يعني خلاص يا أستاذ زياد، عزف التونسيين عن أنهم يتوجهوا صناديق انتخاب، استفدنا إيه إحنا بقى؟ استفدنا أنه خرجناه يعني بفضيحة، عرف حجمه الحقيقي اليوم. لم يعد قيس سعيد، قيس سعيد عندما بدأ يروج الانقلاب كان يريد نزع المشروعية وليس الشرعية عن البرلمان، ويقول هناك فجوة ما بين الشعب وهذا البرلمان. يا سيد يا سيد يا سيد زياد، هل العزوف ده هيؤدي، هل العزوف يا استاذ زياد، هل العزوف ده هيؤدي الى عدم تكوين برلمان؟ اليوم أول شيء خلينا نتفق على مبدأ ساعة، يعني أنا مفهمة مفارقة غريبة جدا، يعني إنسان يقوم بالانقلاب ويغلق البرلمان بدبابة ويطلب منك إنك توافق هذا الانقلاب وتكون يعني توافق بالشرعية متاعه، كمان يوافق، كمان يطلب اليوم من القوى الفلسطينية إنه يعترفوا بالاحتلال، يعني جيوا الحماس والمقاومة وقولوا لهم والله أمر واقع، اعترفوا بالاحتلال وما عادش نقولوا هناك فلسطين، كانت فلسطين هناك إسرائيل. لا يا سيد الكريم، هناك برلمان شرعي وحيد في تونس، برلمان 2019، المحكمة الإفريقية في حكم صريح وبات قالت هناك برلمان شرعي وحيد في تونس هو برلمان 2019. البرلمان الأوروبي قال نفس الشيء، اتحاد البرلمان الدولي في أكثر من 5 مناسبات قال هناك برلمان وحيد في تونس برلمان 2019. تسكروا بدبابة، تسكروا ببزوكة، تسكروا بغواصة، تسكروا بزحلة، تسكروا بمريخ، اعمل اللي تحب انت، برلمان قيس سعيد برلمان غير شرعي، هناك برلمان وحيد اختاره الشعب التونسي هو 2019، هناك دستور وحيد اختاره الشعب التونسي 2014. طيب. فقط
ما دون ذلك هي خزعبلات طيب. وسحر ورمي يعني رماد على العيون. طيب أروح للدكتور بالحسن. دكتور بالحسن، الآن نشر في أحد الجرائد غالبا الشروق المصرية تحت عنوان فرنسا تحث تونس على استهلال الإصلاحات اللازمة دون تأخير، وفي متن الخبر حثت فرنسا اليوم اللي هو الاثنين 19 ديسمبر السلطات في تونس على استهلال الإصلاحات اللازمة دون تأخير عقب الإعلان عن نسب المشاركة الضعيفة في الانتخابات. وأفادت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها اليوم الاثنين أنها أحيطت علما بالنتائج الأولية للجولة الأولى من الانتخابات التشريعية التونسية ونسبة المشاركة الضعيفة التي أحصتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وأعلنت الخارجية دعم فرنسا الكامل لتونس وشعبها في تصديهم للتحديات السياسية، ودعت إلى ضرورة استهلال الإصلاحات اللازمة من أجل استقرار البلاد وازدهارها في المستقبل دون أي تأخير. تعليق حضرتك يا دكتور بالحسن. لا طبعا الآن يعني وزارة يعني فرنسا تمارس السياسة طبعا تحاول ما يعني سوري أنا آسف المقاطعة، ما هي الإصلاحات اللي بتدعي عليها فرنسا في تونس؟ لا في الحقيقة يعني الآن إذا كنا نتحدث عن إصلاحات، الأزمة الأساسية في تونس هي أزمة اقتصادية. إن كانت ثمة إصلاحات يجب أن تحدث في البلاد فهي إصلاحات اقتصادية وإصلاحات مجتمعية وليست إصلاحات سياسية، وهو الرأي الأخير الذي عبر عن التونسيون من خلال نسبة المشاركة التي نتحدث عنها. الآن هل أن هناك ثمة حل حقيقي يتوسط المعارضة الآن أو الأحزاب البرلمانية التي لا زالت تصر على الاستماع فقط إلى صوتها الداخلي ولا تقر بالحقائق ولا تقر بالوقائع، فقط الصوت الداخلي الذي تحدث به نفسها، وبين النزعة الانفرادية للرئيس قيس سعيد؟ الآن إذا أردنا حل حقيقي، الاتحاد العام التونسي للشغل عقب 25 جويلية تحدث عن خيار ثالث، وكان هذا الخيار ضروري ومطلوب، ولكن للأسف لا الاتحاد العام التونسي للشغل ولا غيره من القوى السياسية تمكنت من أن تؤسس هذا الخيار الثالث أو أن تقدم مشروعا حقيقيا يتوسط منظومة ما اصطلح على تسميته بالرابع والعشرين من جويلية، لأن هذه المنظومة كانت تماما مرفوضة من كل التونسيين، وأصر على أنه لو لم يكن التونسيين إلى جانب الرئيس قيس سعيد لما تمكن من القيام بحركة 25 جويلية، ولا إلى هذه النزعة الانفرادية التي تميز أداء الرئيس قيس سعيد، حالة بين الحالتين. هذه الحالة إلى حد هذه اللحظة تعجز النخبة السياسية على الأقل التقليدية طيب. التونسية على خلقها وعلى إيجادها. طيب نبعد عن النخبة السياسية ونخلينا في الحل بتاعك الآن. أحد الإصلاحات المطلوبة هي الإصلاح الاقتصادي حضرتك قلت عليه. أنا قدامي أو عندي معلومة أني صندوق النقد الدولي قرر تأجيل منح تونس قرض، ويبدو أنه ده بعض الناس فسرون تردد من صندوق النقد. فهل سياسات قيس سعيد السياسية والاقتصادية أثبتت فشل للجميع وأيضا تخلق المؤسسات التمويلية الدولية؟ دكتور بالحسن. طيب اسمح لي ولكن سريعا سأحاول أن أختصر قدر المستطاع. صندوق النقد الدولي أنا شخصيا وموقف شخصي أفضل ألا يمنح هذا القرض لتونس، لأن منح مزيد من القروض إلى تونس يعني غرق تونس في حالة التداين، الحالة التي عرفتها تونس في 10 سنوات الأخيرة. حكومة نجلة بودن والرئيس قيس سعيد عندما ذهب إلى صندوق النقد الدولي ذهب لكي يتحدث بناء عن رسالة النوايا التي أرسلت إلى صندوق النقد الدولي في مناسبتين في 2013 وفي 2016. صندوق النقد الدولي كان يقول يجب أن تنفذوا الإصلاحات التي تعاهدتم بها منذ 2016 حتى يمكن أن نتحدث عن قرض جديد، وهذه دائرة دائمة يعني هذا دور بالنسبة إلى صندوق النقد الدولي. الآن كل ما حدث أن صندوق النقد الدولي غير موعد النظر في القرض الممنوح إلى تونس، وعلى فكرة أن هذا الاجتماع هو اجتماع شكلي، لأن الموافقة الأساسية على منح تونس هذا القرض الضئيل أيضا مثل نسبة المشاركة في الانتخابات 1.9 مليار دولار لن تمكن تونس حقيقة من الخروج من الأزمة الاقتصادية.
الأزمة الأساسية في تونس أن هناك نظام تنموي أو نظام اقتصادي ريعي يملأه الفساد، ينخره الفساد، تكبله الإدارة بقوانينها العتيقة وقوانينها القادمة من ما قبل التاريخ. هنا عملية الإصلاح الحقيقية وليست بعيدا. الاستثمار الخارجي لا يمكن أن يقدم خدمات في أي اقتصاد داخلي. الاقتصاد الداخلي هو الذي يساهم في تحسين أداء الاقتصاد وفي تحسين المنوال التنموي. هذا للأسف بعيد كل البعد عن صانع القرار السياسي في تونس، سواء الرئيس قيس سعيد أو ما قبل الرئيس قيس سعيد. المطالب التي خرجت بها الشعب التونسي في 2011 كانت حريات سياسية، حريات اقتصادية، حريات اجتماعية. تحققت الحريات السياسية بفضل الدماء التي دفعها التونسيون مقابل هذه الحريات، وليس هناك أي قوة على وجه البسيطة يمكن أن تنتزع من التونسيين حرياتهم السياسية، بمعنى حرية التعبير، بمعنى حرية الصحافة، بمعنى حرية التكوين الجمعيات والأحزاب وما إلى ذلك. الحريات الاقتصادية والحريات الاجتماعية كانت أثراً بعد عين، اختفت في الوعود الكاذبة التي قدمتها الأحزاب إلى ناخبيها، اختفت في الصفقات المتبادلة بين كل الأنماط الحزبية من يمين ويسار ووسط وغير ذلك، وأدت إلى لحظة 25 جويلية التي لم يكن بالإمكان تفاديها بسبب تعنت صانع القرار السياسي في تونس. طيب أروح للأستاذ زياد، سؤال الأخير. رد السيد قيس سعيد على حضرتك وعلى الأصوات اللي حضرتك زيها بيقول أنه يعني لقيت الخبر اللي قبل كده الله يكرمك اللي كنت جايبه دلوقتي، أنه أنتوا تريدون، معرفش وشال الخبر وانا اعتمدت عليه للأسف، تريدون التشكيك في تمثيلية البرلمان، مش شوف من هناك، ولم يجدوا شيء يركزون عليه سوى نسبة المشاركة. ما قولك يا أستاذ زياد؟ هذا متوقع جدا. يعني قيد سعيد عايش في غيبوبة، يعني هو قالها في أكثر من مناسبة، قال أنا أعيش في كوكب آخر، وهو صادق في هذا. ويمكن أصدق مقولة قالها قيس سعيد أنه عايش في كوكب آخر، هو لا ينتمي لكوكب الأرض، لا ينتمي إلى مجرة يعني درب التبانة، لا ينتمي إلى تونس، لا ينتمي إلينا في لا شيء في أي شيء، لا في أفكاره ولا في مقترحاته. هو عايش في غيبوبة تماما، في القصر متاعه، ياكل يشرب حراسة أمنية. أيوة هو كلام وانت في غيبوبة وفي عزلة. طيب لكن عندي ملاحظة مهمة جدا أستاذ ناصر، كان تسمح لي. هناك ربط عجيب من مساندين قيس سعيد وإنكار للواقع، يعني صدقا أصبحوا يعيشون في كوكب قيس سعيد. يعني قيس سعيد يحكم منذ 3 سنوات بثلاث حكومات هو عينها. من المخطئ؟ البرلمان. كيف هذا الربط؟ الله أعلم. لا 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 لا، هو بيقول هنا أستاذ زياد، أستاذ زياد عشان الوقت بيجري مني. أستاذ زياد هو بيقول هنا في الخبر اللي احنا عرضناه ده، بيقول بالنص كده أنه الأزمة أو الأوضاع السائدة اليوم المتعسرة دي نتيجة عقود، وخاصة في السنوات العشر الأخيرة، هذا إلى جانب التحولات الكبرى التي يشهدها العالم. قلت لك قيس سعيد عايش في كوكب آخر. قيس سعيد يرفض الواقع. قيس سعيد يحكم منذ 3 سنوات ونيف في هذه العشرية، أي أنه بالورقة والقلم لديه ثلث الحصيلة هذه العشرية. قيس سعيد هو من عين 3 حكومات، إذن من شكون يعطل فيه؟ قيس سعيد هو صاحب الأمر من قبل ومن بعد في تونس حاليا، شكون يعطل فيه؟ قيس سعيد لديه بعض التصريحات، هو أصلا عندما كان يهيئ الأجواء للانقلاب قال تونس ليست بلد آمن للاستثمارات، وقالها في تصريح لقناة فرنسا 24 في زيارته لباريس، تلك الزيارة التي قبل فيها أكتاف ماكرون. إذن قيس سعيد قلت لك عايش في غيبوبة. ناسي قيس سعيد أو يتناسى أو يتغابى عن الشعب التونسي، ويريد أن يمحو العجز متاعه والفشل متاعه طيلة 3 سنوات ونيف من الحكم، يريد الباسها للمعارضين. هو يعين الحكومات، هو يصدر القوانين، هو يصدر المراسيم، هو يقوم بالانقلابات، ومع هذا يأتي من يقول والله المعارضة والبرلمان هو المسيء. قيس سعيد يبحث عن معلاق حتى يعلق عنه الفشل. الفشل وهذه وهي هذا الأسهل، لأنه يقول البرلمان بحكم أنه هناك يعني جو عام وهناك بروباغندا
تخدم في الجو هذا، فهذا سهل جدا. قلت لك هو قال أنه يعيش في كوكب آخر. وصلت وصلت. النائب البرلماني يعني ائتلاف الكرام بالبرلمان التونسي السابق الأستاذ زياد الهاشمي، بشكرك جدا. الدكتور بالحسن اليحيوي الكاتب والمحلل السياسي التونسي، بشكرك جدا. أنا رأيي أن الشعب التونسي عاقب الجميع بعزوفه على الانتخابات في هذه الفضيحة، في الانتخابات التشريعية التي تشهدها تونس، وأن كلام قيس سعيد خالي من المنطق والعقل، وأن العبرة بجولة وجولتين كلام فارغ، وأن قيس سعيد أثبت فشله تماما. ولكن برضو السؤال اللي طرحه الدكتور يحيى بالحسن يحيوي، أنه أيضا النخب ربما هذا الاستفتاء كمان كان على النخب السياسية في تونس التي انشغلت في صراعات هامشية لا تخص المواطن. لكن يبقى السؤال، هل أصيب المواطن التونسي بنوع من البلادة السياسية؟ هل لم يعد يهمه الأجيال القادمة فأصبح أسير لفكر الحاضر؟ أعتقد تونس شعب واعي ومثقف. أتصور أن دي يمكن تكون خطوة أولى اللي عملها النهاردة بالعزوف عن الانتخابات، خطوة أولى في سبيل زحف هذا الشعب لتغيير هذه الأوضاع. كل الأمنيات الطيبة لتونس وللشعب التونسي، وإلى أن أراكم غدا في حلقة جديدة. تصبحوا على وطن حر. تصبحوا على خير.